مساء الخير الناس الكل، مرحبا بكم في العشاء سبور على فيرست تي في. محاور حوارنا اليوم في العشاء سبور نحكيه على الفوليبول، نحكيه على انتهاء البطولة الوطنية وتفرغ منتخباتنا الوطنية لتحضيرات التظاهرات الإفريقية سيدات ورجال. نحكيه زيادة على تظاهرة كبيرة ولزوز تظاهرات هما في حقيقة الأمر للتنس، تظاهرات دولية للتنس سيدات لونا ناتروفي اللي قاعدة تلعب توا في نادي تونس للتنس، وباش يليه ابتداء من غدوه لوبين دو لا مارسا، زاده الدوره مفتوحه للتنس سيدات. اكيد دو ايفينمون امبورطون بور لا تونيزي في وقت كيما هذا. نحكيو ايضا فوتبول بيان سور، انسحاب كل من الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي الصفاقسي من الشامبيونز ليغ الافريقيه، شنو الاهداف اللي قاعد لهم في البطوله الوطنيه وفي الكاف، ونحكيو زاده على لا ديرنيير ليني دروات بالنسبه للبطوله الوطنيه والصراع على أشده من أجل الحصول على اللقب وإلا البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. باش نحكيو أيضا باش تكون لا سوري سور لو جاتو على تظاهرة أخرى كبيرة تحتضنها تونس أبارتيغ دو ديمانش، وإلا هي في النهار هذاك نهار 10 ماي وهي لي فولي دو لاك، وباش تكون اليوم هي ديسيرنا. محاور مواضيعنا اليوم نحكيو معاهم مع ضيوفنا في البلاتو هيكل الصغير الزميل الصحفي الرياضي من الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية المعلق، نجم نقول أنا من أحسن ما أنجب تونس في التعليق الرياضي، وهذا شخص هذا رأي شخصي. مرحبا بك هيك. مرحبا بك عايدة، مرحبا بكل السادة المشاهدين. نحكي أيضا فوليبول مع المدير الوطني الفني في الجامعة التونسية لكرة الطائرة سيد كمال القايا، مرحبا بك كمال. مرحبا، أهلا وسهلا. عزيز العنابي منسق دورة لوبين دو لا مارسا معنا اليوم للحديث أيضا على التنس، يتبع أكيد في النانا تروفي ويحكي لنا على الاستعدادات للوبين دو لا مارسا. مرحبا بك عزيز. شكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع الحضور. عصام المرديسي رافقنا اليوم في تحليل كرة القدم التونسية، مرحبا بك عصام. مرحبا بك عايدة، بالضيوف الكرام وبالمشاهدين. وشوية آخر يلتحق بنا شكري الزعلاني محللنا الفني للحديث على لي فولي دو لاك، نستقبلوا مدام ليليا الشتاوي باست بريزيدنت في الروتاري كلوب ومنظمة مديرة الدورة هذه، مديرة تنظيم دورة لي فولي دو لاك كما قلت لكم لو دي مي لو ديمانش دي مي في تونس. تظاهرة كبيرة ياسر تشوفوا معناها فاقت كل التوقعات بالنسبة لي بارتيسيبون نتاع السنة. هذا بالنسبة للمنيو تاعنا في العشاء سبور اليوم. شيف ريجنسي زاد حاضرنا منيو للعشاء لضيوفنا وللضيوفنا في البلاتو وضيوفنا في ريجنسي اوتيل. يغيب علينا مهدي عبيد مالوغوزمون اليوم لاسباب صحيه، ان شاء الله يرجع لكم الجمعه الجايه في فورما في الاوردوفر. شيف ريجنسي افو ومن بعد نرجع نحكيو في البلاتو. مرحبا بك مدام عايده، كما عودناكم في المنيو نتاعنا اليوم عندنا سالاد سيزار اي بارميزان، عندنا بسويت فيلي دلو ايزاز دو سيترون، وعندنا في الديسير كاريمون او دو شوكولا، شوكولا بلون وشوكولا نوار. ان شاء الله المنيو نتاعنا يعجبكم وشهيه طيبه. شيء طيبة الناس الكل ومشاهدة طيبة للناس الكل اللي تابعوا فينا على الأولى على فيرست تي في في لعشة سبور. البداية باش تكون اليوم من الفوليبول، الفوليبول بعد نهاية الموسم على بكري نجم نقول، ولا مش على بكري كمال القاي بكري شوية بارابور للرياضات الأخرى يوفى موسم الكرة الطائرة. والله حسب الرزنامة، حسب الرزنامة نتاع المنتخبات والتزامات نتاع المنتخب الأكبر والكبريات هي اللي تحتم علينا باش ننهيو البطولة في وقت محدد،
وباش نخليو المنتخب لكابل الكبريات يلتجي للتحذيرات المختلف التظاهرات اللي تو نحكيو فيهم. ورغم هذا تنشوفوا اللي المدربين الزوز يشكيو من قصر الوقت بالنسبه للتحذيرات للتظاهرات الافريقيه ومن فتره الامتحانات ومن كل المشاكل هذيا. شوفوا على كل حال الندوه الصحفيه اللي انتظمت في الجامعه التونسيه لكره الطائره وتشكيات المدربين مدربين المنتخبات سيد فتحي المكاور محمد المسلماني وايضا رئيس الجامعه التونسيه للكره الطائره. نرجع نحكيو مع كمال القيعة على التحذيرات هذه وعلى المشاكل والصعوبات متاع التحذيرات للتظاهرات الأفريقية. في فترة معنا صغيرة مستنسين معنا نحضروا شهرين ثلاثة شهور المرة هذه باش نحضروا تقريب خمسة أسابيع وجات في فترة معناها زمنية صعيبة ياسر لأنه وقت امتحانات خاصة اللي يدرسوا في الجامعات وعندنا بعض المشاكل وفما بعض اللاعبات حتى ما همش باش يشاركوا في البطولة الأفريقية لأن ما عندهم الامتحانات. ولكن رغم ذلك عندنا البديل اللي يخلينا معناها النجم ويكون عندنا مجموعة معناها في المستوى متاع البطولة أفريقيا وإن شاء الله المشاركة متاعنا اللي باش تكون في كينيا معناها من 10 إلى 21 جوان تكون معناها مشاركة طيبة وتكون معناها طامحة للشواء في الفوز بالبطولة والمرتبة الثانية. احنا مناش قابلين غير ضم المراتب ضم الترشح لكأس العالم. لذلك أنا عملت قائمة موسعة حتى نخلي نفسي أنه مش آخر وقت نبدأ نجمع اللعبة. هم متواجدين عندي ممكن أنه ما همش كلهم جاهزين ولكن اللي هو موجود حاليا في طور الإصابة أو باش يعمل العلاج صعيب باش يرجع مثلا كما اللي باش يغيبوا يعني سي فتحي يعني. اللي باش يغيبوا في بطولة أفريقيا بطبيعة الحال هو القاضي أحمد القاضي باش يكون ماهوش موجود أما البقية تقريبا باش يكونوا متواجدين وإحنا دائما القائمة متاعنا ما بين 16 و14 لاعب. ثم وليدات اللي قاعدين يقراو في لينابس عندهم امتحانات يخليهم ما ينجموش يكونوا متواجدين في الوقت هذا للتحضير للكوب دافريك يعني ما ثماش حل ما حاولتوش تلقاو حل مع وزاره التعليم العالي حتى يعني نتفاديو المشكله هذه نقول لهم وقت يعديو فيه الامتحانات وينجموا يترانيو مع ليكيب ناسيونال. اساسا راهو معناها الحل يبدو معناها سهل ولكن هو فيه حاجتين يعني اللاعب هو نفسه زاد يقول لك لا نحب نعدي في المرحله هذه ما تخلينيش بعد ولا حاجه ولكن بالنسبه لنا احنا حاولنا وسعينا باش نلقاو الحلول ولكن ثم ظروف معناها اللي ثم معناها بعض الوضعيات اللي ما فيهاش كان حل اخر الا باش نعديو الامتحان هذوما صحيح هذا عائق بالنسبه للاعب التونسي باش يتخصص كما يحب هو للكره الطائره للرياضه نتاعو المفضله ولكن ان شاء الله معناها في الايام القادمه نلقاو الحلول ونلقاو انا متاكد اللي باش نلقاو المساعده من طرف بالنسبه للسنوات القادمه من طرف التعليم العالي والشباب والرياضه باش نلقاو حل وسط. وعدونا بعده اشياء انه دراسه باش تكون الصباح برك وانه كذا تو اربع سنين واحنا نسمعوا في الوعود مش اربع سنين 20 سنه واحنا نسمعوا في الوعود هذه فضيناها احنا في فتره من الفترات ولكن الكلام وحده ما يكفيش احنا محتاجين للعمل. العمل الواقع هو هذا واذا كنت تكلمت انا في الموضوع هذا حتى نحط اصبعنا على الحقيقه والواقع يخليك ناقص اليوم لعبيه خاطر بسبب القرايه. نعم الواقع هو اللي موجود اني انا الصباح وقت اللي عوضا ندرب 16 و18 لاعب ندرب 14 برك وينو بالبقيه؟ البقيه ساهرين ومشاو يعديو في الامتحانات الصباح بكري وما يكملوا كم ماضي ساعتين تاع العشية هذا واقع. كمال القاية هات نبداو بالمشاكل جوستومون اللي يشكي منها كل من محمد المسلماني ناخب الكبريات والا ايضا سي فتحي المكور المسؤول الاول الفني على منتخب الاكابر. حكايه هالقرايه والدراسه اللي نتحدثوا عليها كل عام واللي كل عام ما نلقاوش فيها حل شنو حلها فينالمون معناها باش تقعد هكاك هك تشوف عايده معناتها الوضعيه هاك نشوفوا فيها احنا نتكلموا في برشا المواضيع هذوما
من الوضعية هي هي اليوم معناتها انجور ديكيب ناسيونال ما عندوش ريجيم سبيسيال في القضايا وذا ما تنجمش. اليوم مثلا عندنا بطولة افريقيا عندنا شكون بكالوريا انا نشوف اللي ندرا تقول له ما تعديش البكالوريا وتمشي تعب بطولة افريقيا اللي بطولة افريقيا هي مهمة جدا مرشح لكأس العالم ثم عند تصفيات العاب اولمبيه هنا ايان شو افير. احنا اليوم في تونس مع كل اسف ما عندناش ريجيم سبيسيال بالنسبه لجوار ديليت حاجتين ولينا في تونس نحكيو يا يقرا يلعب يا يلعب الكره سي سي كمان ماني ترى انت اللي الحل انه تتعمل اون سيسيون سبيسيال بالنسبه للي سبورتيف على الاقل ليليت ودو او نيفو اللي يشاركوا في التظاهرات الافريقيه ومثلوا في تونس هذا معناتها اقل ما يمكن نعملوه اليوم ولا فما حاجه اخرى عايد نشوف فيها اللي يلعب سبور ولا يعمل جوار ديليت يمشي يقرا الانستيتو مش مطالب مش لازم يقرا الانستيتو نجم يعمل ميدسين نجم يعمل ريسيرش تكنيك نجم يعمل صحافه نجم يعمل اي حاجه مش لازم يعمل سبور تولي معناتها حتى اللي يعملوا سبور هنا توا مانيش قاعدين ياخذون ريزيرش سونس ويعاودوا لهم سيسيون اخرى سي با فري نلقاو في مشاكل عديده وعديده جدا الفتره اللي جات توا شهر مي احنا قلت البطوله كلمة بكري الشامبيونات الافريقي نتاع الفتيات في 10 جوان وقتاش نحضروا والفترة لشهر مي هو شهر الامتحانات غالبا في كل الدراسات كسوة ثانوية ولا جامعية يبقى لقينا مشاكل كبيرة كبيرة ياسر فما كلام لكن التطبيق ما فماش مش نبداو حين فهمني لا دراسة ولا رياضة لا انستيتيو دو سبور لا فما تواصل ما بيناتكم كجامعة ولا ما بين الجامعات بصفة عامة وما بين وزارة التربية وزارة الإشراف حكومة على المسائل هذيا قدمتوا مطالب رسمية في بتبعت المسألة الحال. بتبعت الحال كي نعملوا دوسيي دو ستاج نقدموا ليزوتوريزاسيون دابسونس كل واحد فينا فينا مجال ما بالنسبة للامتحانات ما يستعرف حتى شيء ما نقولكش فما سيسيون أخرى ولا اليوم فما بكالوريا شو تعمل فيها بكالوريا عندنا سيسيون أخرى بالنسبة للزيليت أنا وليليت اللي مشى معناتها لعب بشيونس وبعد جاو عدوا له بكالوريا ما سمعتش أنا ونتمو. في الليسانسيتي الأخرين كيف كيف اللي يعمل كيني اللي يعمل واحد ما فماش دونك هذا اشكال اعتقد اللي يلزمنا حل ليه ونتمو معناتها هيكل في نفس الاطار احنا يسن نحكيوا على نتائج ونمشيوا ديريكتومون للي ريزولتا ونضغطوا على الفرق بتيتر وما نمشيوش للاباس السبب نتاع المشاكل لي كوزا اي في ديزون معناها اليوم ذا اللي يلزمنا نعالجوا المشاكل من لوتا كي مشاكل من النوع هذايا معناها تاثر على مردود منتخباتنا الوطنيه وعلى مردود اللاعبين داخلها هي المشكله نتاع القرايه ولا الرياضه ماهيش من تو تخلقت تو السنين تو قاعدين المسؤولين والمشرفين على مختلف الرياضات يحاولوا يعالجوها ولو ان المساله ما تطلبش برشا يظهر لي جهد كبير توافق بين وزاره التربيه وزاره الشباب والرياضه نعملوا استراتيجيه نتاع عامين ولا ثلاث سنين نجموا نغيروا راهو النظام نتاع الدراسي خاصه بالنسبه للرياضيين المتميزين اللي هما الرياضيين نتاع النخبه في الرياضات الكل احنا كان عندنا ليسي سبورتيف في المنزه ممكن شويه حل شويه الاشكال في البدايات وقت نذكر في عهد فوزي الرويسي وعادل السليمي ومشيت نجحت شويه التجربه لكن من بعد وخرنا بالتوالي لانه توا الامور ولات صعيبه برشا خاصه انه الاولياء زاد ولات عندها الحق ان اولادها يكونوا متميزين في الدراسه ويمشيوا لبعيد لانه زاد الحياه نتاع الرياضي ماهيش مضمونه معناها اصابه والا خلينا نقول مشكله بسيطه في الجمعيه نتاعو ولا مع المنتخب ينجم يخسر زاد كارير ويخسر الدراسه نتاعو شنو باش يعمل باش يقعد ضايع واحنا شفنا برشا رياضيين ضاعوا في المساله هذه وفي الحكايه هذه انا قلت توافق صغير بين وزاره الشباب والرياضه بين وزاره التربيه نقعدوا نعملوا استراتيجيه يا خويا مش العام الجاي ومش اللي بعده اعطينا نتاع 5 سنين القدام النجم على الاقل نخمموا احنا للشبان نتاعنا اللي قاعدين تو موجودين في الاداني وفي الاصغر على الاقل نضمن لهم المستقبل ونشوفوا كيفاش نجموا نوفقوا بين الدراسه نتاعهم والرياضه. واضح ولو ان معناها قلت انت قبيله قلت معناها لينا برشا نحكيوا فيه الموضوع هذا المشاكل في تونس ديما نفسها معناها والحلول ما نلقاوهمش رابيدمون هذا الازمه نتاع الرياضه بتتر نتاع ميادين اخرى ما بيسك نحكيوا على الرياضه احنا ان نعرفوا المشاكل ونعرف شنو الحل نتاعها لكن ما نسعاوش للحل كمان حاب نقعد معاك على اختيار وعلى لا كونفيونس كو فوزافي دوني في السنوات الاخيره للمدرب التونسي في زوز المنتخبات الاكابر فتحي المكاور محمد المسلماني فينالمون بعد ما عاشت الجامعه نتاع الكره الطايره عده تجارب مع اجانب فوزافي في كونفيونس المدرب التونسي سي اون استراتيجي فينالمون دو ترافاي سي اون اوبسيون بالنسبه لكم انتوما او ا لون تيرم. انا عشت مع مدرب اجنبي وعشت مع مدرب تونسي تمام انت انكونتورنابل تبارك الله ليك سنوات في الاداره الوطنيه الفنيه هذيك علاش معناها تعرف ولا اونيتمون باش نبداو الحين بالنسبه للمدرب التونسي لا كومونيكاسيون سا باس خير برشا
يا با كو لونترينمون مش اليوم اهم شيء في بالنسبه للونترينور نتاع ليكيب سينيور سي كيفاش باش تجيب ملاعبيه من برا من التيران باش تحطهم في التيران باش يخدموا كومي سودوا بس يسودوا نافا سي با لا تكنيك ولا احد ولا ستين نون سي الملاعب يجي يزمو التيران يهبط التيران ويسودوا نافا دونك فما كومونيكاسيون لازم تكون واضحه انا حضرت على دي ريونيون مع اونترينور فرنساوي وذا وقعنا باش ندور الحين يعمل ريونيون مع جواريت سا باس با انا لازم نترجم سا باس با هذاك الوقت ومع انجليزي انطونيو طالياني يتكلم بالانجليز لا كومونيكاسيون سا باس با يا با كل تكنيك فما تكنيك ولا فما لا لا فما اليوم فما لازم تتحرر مع الملاعب لازم الانفورماسيون تتعدى له دونك اونيتمون تو الاكسبيريونس اللي عشتها مع المدرب التونسي تمشي خير في الوضعيه هذه تو الى حد هات نبداو باللونترينور نتاع المنتخب الاكابر ومتاع وضعيه منتخب الاكابر حاليا مع فتحي المكور اسكو بو كونسيديري اللي منتخب الاكابر سي في الفاز نتاع رينوفيلمون يا يو فان دان سيكل وفما تو ان سارتان رينوفيلمون على مستوى ليفيكتيف على مستوى اسامي الجوارات هو هذا اللي صار تعرف مليح احنا كنا باش نبداو هنا كنا اخر بطوله افريقيه فزنا بها في 2003 وكان الفريق كيما لودين حفيظ غازي قداره خالد بالعيد مروان الفهري هذوما لاعبين اونيتمون معناتها عندهم الماتوريتي الكبيره اللي خلاو باش فازوا ببطوله افريقيا وفازوا بعد وصل السيكل كيما تحكي انت على السيكل بالضبط وصل السيكل لازمنا تجديد بالنسبه للفريق باش فما تواصل تجديد السيكل مو سهل اليوم فما لازم تكون عندنا ثقافه نتائج اذا كان ما عندناش ثقافه نتائج كما قلت انت اش يلزم باش نوصل للنتائج باش نوليو ديما نحكيو على البيرفورمانس هكاو دونك اليوم اونيتي دون اوبليغاسيون باش الفريق يجدد وفما لاعبين جدد اللي هما طلعوا برزوا لكن اونيتمون مازال تنقصهم لاماتوريتي اللي كانت عند اللاعبين اللي هما كانوا شادين الصدر على المستوى الافريقي لاماتوريتي بركا ولا فما زاد كاليتي تكنيك وكاليتي فيزيك والكل الحقيقه والله خاطر ديما هيك اللي نشوفوا اللي معناها نقولوا ديما جينيراسيون اللي جايه من بعد ماهيش في نفس لا فالور تكنيك وفيزيك وكل كو لا جينيراسيون اللي قبلها فيزيك ممكن حسب الملاحظين الفنيين فنيا ممكن اما سو لو بلان فيزيك جينيراسيون اللي قاعده تجي ديما تجي اقوى من اللي فاتوا سو لو بلان فيزيك خاطر تطورت اليوم حتى على مستوى العمل تطوروا لكن سو لو بلان مونتال اونيتمون يلزم فتره زمنيه برشا خدمه باش اللاعب اليوم خاطر اليوم نحكيو على الوطنيه في تونس ونحكيو على الدراب كلام سهل الملاعب اليوم في النادي نتاعو مالك راهو هذايا معناتها واقع في النادي نتاعو يسودون افون ياخذ الفلوس عنده دي كونترا في ليكيب ناسيونال فما يلزمو يجي ليكيب ناسيونال مطالب اما هذا اللي يلزم ليه يلزم هو الهدف نتاعو كونه باش يفوز ببطوله افريقيا 2015 هذه راهو باش تعدي الانفورماسيون هذيا مش عمليه بسيطه مش عمليه بسيطه اليوم نحكيو على الوطنيه احنا تونس ويلزمنا وكيب ناسيونال لا لا شنو يلزمنا لا لا هذا الواقع اليوم الجوار ياخو عنده دي كونترا في الكلوب نتاعو بالالاف الملايين كي يجي ليكيب ناسيونال ما ياخوش فلوس ياخو ديبلاسمون ياخو ياخوش فلوس اليوم فما ليكيب ناسيونال لا ما فماش ليكيب ناسيونال امشي في العالم ما فماش كي ياخذوا فلوس انا نقعد بيه كيفاش نحكيو على الفلوس في ليكيب ناسيونال في تركيا ياخذوا الملايين في الكلام تاعهم ما ياخذوا حتى فرنك في ليكيب ناسيونال انت تحكي على الكره الطايره فقط ولا نحكيو على الرياضه بصفه عامه نحكي الرياضه بصفه عامه ياخذوا في العالم الكل موجوده تتهز ياخذوا البريم لا ولا تهز بطوله اوروبا ولا تهز حتى في الديبلاسمون في الاستاج فما تفاوت ما بين لي بريم اللي ياخذوهم وقت الاستاج لي زانديمنيتي نتاع الاستاج وكل شيء فما موجوده حتى في جيراننا ما نمشيوش للعالم نمشيو للجزائر مثلا حتى في كره القدم هو شاسع ما بين شي ياخذ الجوار التونسي ما بين ياخذ الجوار الجزائري معك اما انا قلت مقارنه بالكلوب اي مقارنه بالكلوب داكو وحنا في النوادي نتاعنا شي ياخذوا الملاعبيه تاع الكره الدائره توسي كمال فما ملاعبين ياخذوا فما اول حاجه ماهيش رياضه محترفه ما عندناش احتراف في الكره الدائره ثاني حاجه تشوف في المساعب الماديه نشوفوا في الملاعبيه معناها هم اربع خمسه ملاعبيه بين النجم ونادي صفاقسي والترجي الرياضي ممكن هذوما الجمعيات اللي تخلص اما بقيه النوادي راهي تعيش في ازمه كبيره وحتى شهريات ممكن راهي لا تتجاوز ال 200 و300 دينار في الكره الطايره ما نتصورش انا ملاعب باش ياخذ 700 و800 ومليون وزوز وثلاثه واربعة كما في الفوت ولا في الهون لا لا فما دي كونترا نتاع 50000 دينار ونتاع 70000 دينار ونتاع 80000 دينار في الملاعب قله اللي في المنتخب يلعبوا في المنتخب هذوما اللي يلعبوا في المنتخب سي نورمال جابوا روايح حتى هما خدموا راهو حتى هما خدموا وسعاوا موجدهم هكاكا ولات الانديه تطلب فيهم
سي نورمال. وعندهم حتى تو باش تحكيو مع وزاره الشباب والرياضه باش تعطيهم زاد المنحه نتاعهم اذا كان هما باش يمثلوا الدراب ويمثلوا الكره الطايره التونسيه عندهم الحق زاد باش ياخذوا المستحقات الماليه نتاعهم. اكيد ياخذوا منح هذاك ما فيش كي يربح ياخذ سي سور هو شيخ وياخذ ديبلاسمون ياخذ ان سالير نتاع كل ستاج وهذا كل شيء. اما مقارنه نحكي بالكلوب وهذا الواقع ما فماش برشا فلوس. اليوم الملاعب يجي لي كيبيرسونيل يمتثل وعندنا مجموعه الحق اخلاقيا ومستواهم ومنضبطين هذا ما لا شك فيه. تبقى اليوم باش يجي ويحط لوبجيكتيف نتاعو هو خاطر اليوم المدرب راه ينجم يرانيك ما ينجمش يعطيك قلبك قلبه ما ينجمش يعطيه الملاعبي يرانيك ويمدلك. اما اليوم اللي يلزم اللاعب هو اللي ياخذ مسؤوليه شيء ويولي هو الاوبجيكتيف هو اللي يتبناه. مسؤوليه الملاعبي اليوم في البطوله ولا ملاعبيه منتخبنا في البطوله الافريقيه الجايه حظوظهم تحذيراتهم برنامج التحذيرات يشكي وزوز مدربين. نبداو بالاولاد ونجيو للبنات ولا ماذا بيا نبداو بالبنات تيان بوغ اتر بلو غالون هاي نبداو بالبنات. وبالمناسبه نهنيو اتحاد قرطاج على احراز الثنائي في الموسم هذايا. البنات منير المسلماني محمد المسلماني عفوا يشكي من نقص في الافكتيف لانه بيريود نتاع امتحانات ونقص في فتره التحذيرات وزيد عليها بيريود الامتحانات. لكن انا شفت وتبعت منتخبنا في بطوله العالم الاخرى فريق محترم ماهوش خايب قبل البليل حسن في بطوله العالم نتاع روما. اليوم يعني بوتيتر عنده دي زامبيسيون في بطوله افريقيا كينيا من 10 ل 21 جوان بالضبط. عندكم دي زوبجيكتيف دو تيتغ اليوم مع الفتيات اللي حاطيه في البرنامج الرباعي معناتها اللي تم 2012-2016 هو كونه 2015 نكونوا نتوجوا بطولة افريقيا. احنا رشحنا كاس بطولة العالم في كينيا. البوان نوار اونيتمون اللي قاعد ديما كينيا هي اللي تنظم بطولة افريقيا. تعرف في كينيا ظروف ماهيش سهلة. لكن هذا ما يعنيش اللي الهدف نتاعنا هو كونه نفوزوا بطولة افريقيا وخاصة ترشحوا كاس العالم ثم الترشح للألعاب الأولمبية. المجموعة اللي موجودة توا تحسنت هي خدمة تنسيق مع تكبير برشا وصلت توا باش تتنافس على اللقب هذا مما لا شك فيه. لو بوان معناتها اللي يحكي عليه المدرب اللي كون الفتره عندنا شهر برك تحضير وجات فتره امتحانات فما اللاعبات مش باش يكونوا موجودين بحكم الامتحانات وبحكم الدراسه نتاعهم مع كل اسف. هذا هو لو بوان نوار. لكن هذا ما يعنيش اللي معناتها باش نتحداو على الهدف نتاعنا. الهدف نتاعنا هو اللقب وان شاء الله ترشح الى كاس العالم. الذكور نفس كيف احنا المره الثانيه التوالي عملناه وشاركنا في الورد ليج. الورد ليج من اكبر التظاهرة العالميه معناتها اللي موجوده السنه كيف تونس موجوده. تعرف اوفريد ولا فيدراسيون معناتها لي بيدافيون ولي برجمون على الاتحاد الدولي معناتها اليوم تشارك في مباريات دوليه من اعلى تراس دون لا كور دي غران معناتها اونيتمون اللي باش تخليك تكون حاضر في مستوى اخر خاطر تعرف البطوله الوطنيه عندها نيفو. لكن بعد في التحضيرات لازم ترفع المستوى هذايا خاصه على مستوى المباريات. ثم عندنا بطوله افريقيا اللي هي باش تقام في مصر من في شهر جويليه من 12-22 جويليه. والهدف نتاعنا بطبيعه الحال من 20 عفوا الى 31 جويليه الهدف هو الفوز ببطوله افريقيا. مهمه صعبه لكن مش مستحيله والترشح الى كاس العالم. اللاعبين حقيقه اخر اجتماع معهم عازمين وفاهمين الوضع. اليوم فما لاعبين موجودين كما حكينا في الريونيون ما عندوش بطوله افريقيا في البالماريس نتاعو ما عندوش بطوله افريقيا. دونك وقيت اليوم باش اللاعب يحط في البالماريس نتاعو بطوله افريقيا بطوله هامه جدا معناتها اليوم. دونك عازمين ان شاء الله المؤشرات طيبه والتوفيق من عند الله. سؤال اخير هيكل صغير بالنسبه للكره الطايره بصفه عامه ما تراش اللي لو مانك دو بروفيسيوناليزم يعني خروج اللاعبين كره الطايره للاحتراف خارج تونس وفي اوروبا خاصه كما كره اليد هو اللي مخلي كره الطايره ان بو على تخين في الاعوام الاخيره؟ عامل من العوامل لانه الانديه التونسيه بصراحه قاعده تتشرط وتطلب في برشا فلوس بالنسبه للملاعبين المتميزين نتاعنا في الكره الطايره التونسيه نادي صفاقسي النجم والترجي الرياضي التونسي. هذا يمثل عائق كبير برشا. بالاضافه فما عائق اخر وسي كمال زاد يعرف الهجره نتاع الملاعبيه الصغار نتاعنا توا القطر كما في كره اليد وكما في كره القدم العدوى مشيت للكره الطايره وعندنا برشا مواهب شابه قاعده تهاجر يظهر لي حتى من غير علم النوادي نتاعها بموافقه الولي ممكن باش خلينا نقول يتحداوا العائق انه كي يوصل الاكابر المسؤول ما يخليش الملاعبي يحترف البر يقول لك من توا نخرج ولدي خير من بعد يقعد لي في الدار. دونك ديما المشكل هو الفلوس معناها الناس كل تلوج على الربح المادي. قداش البريم تاع كوب افريقيا سي كمال؟ عند سلطة الاشراف. سلطة الاشراف محدده معناتها برام فما فلوس معناها
ان شاء الله اذا كان ربح فما ربح فما فلوس بحاول الله. تحبش متسطر عليها سي جمال ولا مازال ولا مسار البرنامج الاني نتاع الاكابر؟ الاكابر تو قاعدين في تربص، ثم عندنا المنتخب البلجيكي اللي باش يجي في تونس باش يقوم بتربص تحضيري، ثم كما قلت لك باش نتنقلوا الى مونتينيغرو بعد تركيا اللي يخوض الورد ليك، وبعد بطبيعه الحال باش نحضروا بطوله افريقيا. ان شاء الله برنامج محترم، ان شاء الله نكونوا في المستوى. وبالنسبه للبنات؟ البنات عندنا تربص ماشيين في دوره تو في الجزائر، هو لقاء تحضير معناتها تصفيه للالعاب الافريقيه، ثم عندنا دوره في تشيكا تربص تحضيري في تشيكا، ثم باش نقوموا بدوره دوليه في الجزائر تونس والجزائر والسنغال، ثم نتنقلوا مباشره الى كينيا معناتها الفتره. كافي كافي سي بون مش كافي هذاك هو لي كونترانت اون في افيك ما عندناش خيار. حاولنا البرنامج باش يكون برنامج بازي على لي كومبيتيسيون تحضيريه معناتها الماتشات التحضيريه، هذاك هو الخيار اللي عندنا وديما نحطوا معناتها ان شاء الله التوفيق. تستحقوا عصام المرديسي او طويل في الفولي تستحقوا كل شيء تستحقوا. سي عزيز العنابي اكيد فما بوان كومان ما بين التنس وما بين الكره الطايره اللي هو فما فيلي صحيح اما مش فرطول اما مش فرطول. اون بيل ترانزيسيون باش نحكيو على التنس. مشكور جدا كمال القايه اللي كنت معنا اليوم، المدير الوطني الفني للجامعه التونسيه لكره الطايره. شارا بون شانس انو في انو غارسون في التظاهرات الافريقيه سورتو انا بزوان باش ترجع لبطوله افريقيا لتونس بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. في التنس ايضا تظاهره دوليه كبيره قاعده تصير توا في نادي تونس للتنس، والنهائي نتاعها باش يكون نهار لحد. عنا احنا ممثله اونور اونس جابر اللي ديتونتريس دوبل ديتونتريس دو سو تيتر، وسني عندها امكانيه اكثر باش تقدم في لي بوان باش تدخل للتوب 100 غراس ا سو تورنوا. ان شاء الله تمشي لابعد الحدود. على كل حال حد الان امورها 5-5 المباراه الاولى لاونس جابر. نرجعوا نحكيوا على التنس. Starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. فيليستاسيون اونس، ظهر لي المستوى بينك وبين الامريكانيه يعني الفرق كبير ياسر وكاليفيكاسيون ميريتي. صحيح بون طفله تلعب بالقديم ما قصرتش معايا، انا الحمد لله دخلت في طرح من الاول وحاولت باش ما خليهاش حتى فرصه. توا ان شاء الله نكمل نلعب خير من هكا، خاطر هذه اول ماتش بون واحد ديما يكون مش يلعب بالقديم. ان شاء الله المره الجايه تكون خير. مع البوني نتاعك صافا توا 100% ثاني وعليك ان شاء الله. ان شاء الله توا قاعده نعمل في لي تريتمون وكل شيء وان شاء الله يكون لاباس. أنس جابر اجتازت الدور الأول بامتياز ولو أنه بشوية صعوبة، ما هذا معروف في كرة المضرب ديما لو برومي تور إت أن بو ديفيسيل. عزيز العنابي مش باش يناقضني في المسألة هذيا، دخول في الدورة ديما يكون تمهيديا سورتو بالنسبة لأنس. ظهر لي تبعنيها الكل، كانت عندها اون بيتيت بليسيور أو بوانيي ليبول وقت اللي بدات الدورة هذيا، داير حطوها بنهار الأربعاء لأنه حبوا يوخروا لها. تبعت المباراة؟ تبعت المباراة، كان خوف كبير معناتها مش متحير ليش الإصابة أثناء المباراة، وإن شاء الله عندي ثقة لأنس تطلع تدريجيا في النسق حتى لآخر. طلعت هي ديجا في المباراة الثانية، في المباراة الأولى كانت انتصرت على الأمريكية يان يعني أبازا 6-3 6-4 اجتازت للدور الثاني. لكن مترش أنا نتبع في أنس توا عدة سنوات في اللوبين دو تونيس وحتى في مبارياتها البرا، أنه أنت أخصائي ممكن خير مني في التنس، أنه أنس معناها قاعد لي ميم أن بو لي ميم زيغور، عندها شوية امباسيونس تحب فيسا ألفيني لي بوان وتحب فيسا معناها الفيني لو جو. صحيح صحيح، عندها شويه سرعه في انتهاء النقاط، اما عندها ذكاء في لعب التنس اللي ما عندهمش النساء،
ما انت عندها خاصيه كبيره اللي هي الكاسيون يعني انسى ما عندهمش الكيل. لا في لعبه التنس، لعبه التنس عندها خاصيه كبيره حتى في لعبه التنس لا عندها خاصيه كبيره اللي هي تلعب برشا بمخها معناتها الفاري لو جو سويفون ادفيرسير تلعب برشا دي زاموختي معناتها هذاك اللي يخليها تتقدم في الترتيب و تربح عديد المباريات. هيكل صغير تبع في اون جابر اكيد في السنوات الاخيره مش عاود نطرح عليك نفس السؤال اللي كنتي لانه اونس شفناها معناها في وقت خذيت رولان جاروس كنا نتوقعوا لها مستقبل كبير ياسر سا كارير ايت ان بو رالونتي مانيش نحسوا فيها اللي هي سو لو بلان انترناسيونال قاعده ريالمون البيرس بالطريقه اللي كنا نصوروها وقت هزت رولان جاروس. واضح يظهر لي الاستراتيجيه نتاع العمل بالنسبه لاونس جابر بعد الدوره نتاع رولان جاروس خاطر هو الرياضي شنيه مو عنده طموحات وفما ناس باش تشجعه وفما ناس باش تحط له الارضيه الملائمه باش يخدم باش يوصل لبعيد. اونس جابر شفناه احنا فما شويه تململ على الفلوس مع الوزاره على البيدجي على نوعيه التحذيرات وين تمشي تلعب الترابيزات على المدرب يظهر لي هذا عنده قيمته بالنسبه للرياضي لانه اذا كان يكون مرتاح البال شوفوا احنا وسام الملولي كيفاش وصل الاستقراريه اكيد يعني الذهنيه قبل ما تكون راي الفنيه خاطر فنيا من بعد بالتربص وبالمقابلات وبالواحد يزيد يتحسن الرياضي. أسامة الملولي ما وصل لما لقى معاه ستاف كامل وناس تحذر له في العمل نتاعو وهو مرتاح فلوسه تصب في وقتها المدربين أنس لقات شويه صعوبات من الناحيه هذيا الفكره نتاعها تشتت توا يظهر لي الامور بدات تتحسن خاطر العقد الجديد اللي توقع مع وزاره الشباب والرياضه والجامعه التونسيه للتنس ان شاء الله نشوفوا أنس من حسن لاحسن ان شاء الله تمشي وتتحسن خاطر كيبدا البال مرتاح يظهر لي النتائج تبع وحتى على مستوى الاصابات راه نتاع انس نتاع انس يظهر لي انا نشوفها نفسيه اكثر منها معناها رياضيه معناها خاطر الاصابات اللي تعرضت لها يظهر لي فما حاجه في المخ ماهيش ماشيه ماهيش قاعده تتبع مع الانس باش تعرف هي فسيف يمكن مخها يولي يستعمل اكثر. شكرا زعلان يلتحق بينا وعلنا الفني مرحبا بك. شكرا عايدة مرحبا بك. وعدنا الجمعه اللي فاتت باش تمشي تتفرج في دوره المفتوحه للتنس ان شاء الله مازال ان شاء الله بوعزي مشي ولا لا وجدي مازال مشاش وانت لا مازلنا ان شاء الله انا معناتها بال دمي فينال فينال نهار سبت لحد ان شاء الله ان شاء الله قبل معناتها نمشيو لكن ماك تعرف زاد عايده البطوله التونسيه ما خذت لنا برشا وقت دونك ناخذ نتابع في المقابلات وسي عزيز قال ماهمش ناقصين شويه ذكاء ان شاء الله نمشي لا مش على كل حال أنس جابر ماهيش ناقصه ذكاء ومن بعد ما لابيان نيغوسي سون انتري في المباراه الاولى ايضا انتصرت في مباراتها الثانيه على السلوفين ناشتا كولار نشوفوا كيفاش تعديت المباراه هذه ونرجع نحكيوا على لوبين دو لا مارسا. كان الميم سيناريو نتاع البارح لو انت تكون صعيبه شويه لكن بعد تلقى الاثنيه نتاعك وكاليفيكاسيون ميريتي اوسي كيما البارح. الحمد لله بون من الاول ما دخلتش بالقدام من بعد عرفت كيف نلعب لها عملت برشا غلط من الاول من بعد حاولت باش نكون نضغط عليها اكثر خاطر طفله يعني كل اهتمامات تلعب بالقدام كنت نجم نربحها بسكور فاسيل اكثر مي ان شاء الله ما نزيدش نعاود غلطه هذه الماتش الجاي. ستة أربعة ستة اثنين الأونس جابر في مباراتها الثانية ونتمنوا أنها تمشي لو بلو لوان بوسيبل في الكومبيتيسيون هذايا على خاطر سنستنا في السنوات الأخيرة سي عزيز وسنست لو سونترال نتاع التي سي تي اللي يتعبى بحضور أونس في النصف النهائي وفي النهائي أكيد باش نتبعوها في الأدوار هذايا وباش نتبعوا أيضا انطلاقة الدورة المفتوحة للتنس في المرسى اللي هي أقل قيمة وأقل برايس موني من الدورة على الأقل في نسختها الجديدة ب 50 ألف دولار. الدورة هذه تنطلق أبارتيغ دو دومان. دو دومان إن شاء الله. معناتها يوغا 3 جور دو كاليفيكاسيون 5 جور دو تابلو فينال هي صحيح اقل قيمه ماليه لكن قيمه اللاعبين كبيره ياسر معناتها التابلو فينال
مترتبين ما بين 130 عالميا و 270 عالميا. التتسيريان كانت سنة 2013 32 عالميا. إن شاء الله ما أنت تدور في أحسن ظروف. من توينسا حاضرين؟ عنا أربع تونسيات في لعبوا جدول تصفيات. تصفيات معناها ما فما حتى واحدة اللي عندها وايلد كارت مش نجم تلعب لا حتى واحدة. دايور معناها ما فماش ريليف ذهلي في التنس الفيمينا في تونس ابار اونس. مانيش قاعدين نشوفوا حتى شفنا بالشيخ خسرت اون دو سيت في ليكاليف زيدا بالنسبه للدوره نتاعنا تروفي 6-0 6-0 جو بونس. معناها نيفو البنات ضعيف شويه معناها بخلاف اونس. ما فماش نقولوا حاليا اونس اي اون اكسيبسيون اي اون اكسيبسيون باغمي معناتها لي جوز الكل مالوغوزمون. ان شاء الله مانيش قاعده كما نقولوا صحيحه تاع جوارد. بوينت في اورغانيزاسيون كيفاش باش تكون الدوره هذه؟ مستعده لنادي المرسى؟ والله هذه الدوره الرابعه نتاعنا. سنه تحدي كبير نظرا للظروف الاقتصاديه صعيبه. عاونكم مير بن عيسى ولا نعاركوه شويه؟ لا عاونا مير بن عيسى. الفوت كل شيء الفوت على خاطر قبل شكاوا لي من التنس قالوا لي مير بن عيسى اللي يدخلوا الفوت يهز اللي يدخلوا التنس يهزوا للفوت. لا 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 هذا مش دافع عليه انت تعرف. هذا مش صحيح معناتها مير بن عيسى. هذا قالوا لي في الكواليس انا حبيت زعما انت تعطينا الحقيقه انت تقول لي ليه ليه. لا لا مير بن عيسى متفاهم معناتها الوضع ويشجع فينا برشا خاطر يرى فينا قاعدين نترقاو وديما نتحسنوا. دار عملنا سنة بيتش تنس رياضة جديدة في تنس ولعبوا الإليميناتوار دي جو ميتيرانيا عنا وتجندنا كل سنة ونشكروا المستشارين اللي معناتها كانوا أحسن سند لنا في هذه الدورة. عزيز زهير يعاون زاد شوية في لوبين دو لا مارسا ولا ناناتروفيكا؟ لا ناناتروفيكا ناناتروفيكا داكور. دونك استلجئنا المستشارين الآخرين ومعناتها عطاو ثقة فينا وراوا العمل اللي عملناه وكانوا معانا معناتها احسن سند. وسعاد العاشور وينه مستانس معاكم في الدوري؟ لا سعاد العاشور حاضر معانا موجود معاكم؟ موجود موجود معانا موجود. دونك لانونس ابتداء من غدوه حتى ابتداء من غدوه حتى 17 ماي ان شاء الله وكل يوم باش نعملوا مباراه الخمسة ونص باش نجلبوا اكثر عدد من الجماهير نظرا معناتها وقت العباد تخرج من الخدمه. فهمتوا فما نقل تلفزي ولا لا؟ ان شاء الله فما نقل تلفزي نصف نهائي ونهائي ان شاء الله. نصف نهائي ونهائي مع التلفزه الوطنيه. التلفزه الوطنيه ان شاء الله. هيكل صغير باش يعلق ولا؟ ان شاء الله مرحبا بك. فما دراما سور دوبال ولا؟ فما دراما سور دوبال. ما فماش علاش على خاطر فوالا خاطر بصراحه نقطه استفهام كبيره برشا. تشارج تاع 50 ميل دولار يقول لك لازم دراما سور دوبال من اول دوره لاخر الدوره. وين هما؟ في الدوره هذه نتاع ناناتروفي ما فماش يقراو بصراحه صحيح. لا يقراو اظن لي نشوفوا احنا مقابلات تتعدى في تلفزيون ديريكت ملاعبي يعني في الشمس يمشيوا هما باش يجيبوا الكور تضرب في الشبكه تمشي تقريبا صحيح. 15 متر وكيف كيف اونس مضروبه معناها واحنا نحاولوا هي تلوج على الكره وين بصراحه اللي ماشي خايبه برشا والتصويره تعدت خايبه برشا راه. دونك سيرتينمون ابتداء من الدومي فينال ولا ميم الكارد فينال تولي فما دراما سور دو بال سورتو يجيو في الويكاند دومي فينال فينال ممكن هبطوا من البوبليك راه مع الاقل تعديت الحكايه وما لا مش معقول مش معقول مش معقول كيف كيف حتى في الجوج يظل فما واحد بركه هما يظل يبداو زوز ولا ثلاثه معناها فما نقص كبير برشا في التنظيم تاع دوره ناناتروفي ان شاء الله انتم تحسنوا اكثر وتكون على مستوى التنظيم تكون على كل حال كاين تشارج ني با لو ميم ني با لو ميم 50000 كي 25000 اكزاكتومون مش كيما 25000 كيما 50000 بلوس ديكزيجونس بلوس البرايس موني تكون اقوى. مشكور جدا عزيز العنابي اللي كنت معنا على البريزونتاسيون تاع لوبين دو لا مارسال نتمنوا له كل النجاح من الناحيه التنظيميه باش نبعدوا على توا الاجواء الجلامور هذوما تاع السيدات في التنس وباش نمشيو الاجواء التعذريت شوي كما نقولوش برشا شكري الزعلاني ورياضتك المفضله انت وعصام المرديسي كره القدم والبدايه باش تكون من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي انسحبوا من الشامبيونز ليغ الافريقيه بيان سور الموضوع بعيد شويه مش هذا باش يكون احديثنا اكزاكتومون باش نحاولوا نعرفوا معناها الاسباب شويه حسب رايكم انتم حسب راي هيكل صغير ونعرفوا ايضا شنو هو ليزوبجيكتيف فينالمون اليوم اللي قاعدوا بوغ لا سيزون افيك سكيليا كوم نجم نقولوا بروبليم وبروبليماتيك خاصة على مستوى النادي الرياضي الصفاقسي في الفترة الأخيرة وعلى مستوى التسيير والإدارة. الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي الصفاقسي ما عادش في الشامبيونز ليغ موجودين في الكاف. الترجي مازال تلعب على اللقب في البطولة الوطنية على شنو يلعب النادي الرياضي الصفاقسي قعد له كان لاكاف. شوفوا التقرير ونرجع نحكيو في البلاتو. Thank you.
ترجي اوت من تشامبيونز ليغ. والله غالب خايبه كبيره معناها كيما ريتو. والله غالب خلقنا فرص ضيعنا برشا قبلنا بونتو معناها في وقت ميتون الاول وقت خايب. رغم ذلك خلقنا برشا فرص لكن ما حالفناش الحظ باش نماركيو. وخلا دوزيام ميتون معناها ماركينا زوز بونتو كنا نجم ماركيو اكثر. الله غالب معناها حاجه خايبة على الاخر. شفنا الجمهور اليوم دز وعاوننا بالقدا وجا معناها برشا معناها ان شاء الله خويا سامحونا. لا تاش سيتي بوكو بلو ديفيسيل ابري لو بوت دي سوداني مي ليكيب بوندان لو دوزيام ميتون a créé encore des situations qu'on n'a pas marquées. On a marqué les deux buts, malheureusement le temps c'était pas suffisant pour faire un troisième but. Dommage. Concernant le choix de Sam Interpelli, comment vous pouvez expliquer ce choix-là, l'utilisation de Sam en tant que milieu relieur? Sam Interpelli c'est un joueur, on avait besoin d'un joueur sur le couloir droit, mm-hmm. autant que demi, avec la capacité de faire, de faire un peu plus de pression sur, le numéro, sur Saïd, le numéro 28 de l'équipe soudanaise. Mm-hmm. Vu du jeu, vu la qualité du jeu de l'équipe soudanaise, on a pensé comme ça. La stratégie fonctionnait parfaitement. Ça m'a beaucoup stressé, moi, ça a affecté le match. Je sens que les joueurs sont capables là. Je viens de te dire, mais n'importe qui, tu te couvres dans 15 secondes, bon, tu vas bien. Les gens sont pratiquement sur les trams, ça y est. Tu dois te faire 3 défis. Mais madame, tu as fait ta rage. Tu dois te mettre à 3 secondes. Et d'ailleurs, les joueurs sont en train de se faire. Ça donne des défis. Il peut que tu aies un match un peu. Qui veut que tu aies un match sur les. Reste dans cette match, c'est on a fait un but clair. On a fait un but clair. On a raté une chance aussi claire, une grande frappe de Maher, même à jouer mal. Hein. On a frappé première mi-temps, une frappe croisée de Taha et une grande défense du gardien. Et de la part de Welma, qui a joué à la maison, meilleur que nous, première mi-temps, de la part de Welma, le sucre de tout son jeu, c'est zéro. C'est un but, un héros. Et une opportunité encore, que c'est un autre héros. Parce qu'ils ont joué mieux, oui, mais opportunité de but, n'ont pas à le faire. À la maison, n'ont pas à le faire. Ils vont faire deux, un but, un héros de nous, et autre opportunité, que c'est autre héros. Donc ça veut dire que c'est nous qui a lâché, ou c'est nous qui a facilité la vie au adversaire. Yes. On a raté la Champions League avec nous, avec notre orientation, dans la condition qu'on a déjà parlé, très bien. Dans l'avenir, comme je parlais, m'intéresse rester, je suis de cœur ici, mais m'intéresse s'il y a un projet. دوارتي دونك قاعد نحكي شوية على دوارتي شوية آخر عصام المدريسي وعلى النادي الرياضي صفاقسي وضعيته الحالية بالنسبة لأهداف الموسم هذا. قبل نحب نرحب مدام ليلى الشتاوي باست بريزيدنت في الروتاري كلوب ومديرة تنظيم التظاهرة باش نحكيو عليها شوية آخر اللي هي لي فولي دو لاك. مرحبا بك مدام ليلى. تفهم شوية فوت ولا تتفرج معلومه ولا لا؟ ان توكا شويه. شكون جمعيتك؟ غير ما تسالني شكون جمعيتك؟ مكشخه مكشخه. الترجي الرياضي التونسي باش نحكيو شويه اخر على الترجي الرياضي التونسي. قبل باش نبداو بالنادي الرياضي صفاقسي اللي تعقدت شويه وضعيته في البطوله الوطنيه، اكيد ما عادش يلعب اليوم على التتويج، ما عادش يلعب على الشامبيونز ليج اللي جاب على خاطرها ابارامون المدرب دوارتي، قعدت له كاس الكاف، صعوبات ايضا كبيره عصام المرديسي على مستوى التسيير ومشاكل في الاخر ما بين الجماهير ما بين الهيئه المديره خاصه ما بين مع السيد لطفي عبد الناظر. اثر هذا الكل على مردود الفريق؟ اكيد عايدة. شوف اللي حكيته الكل ما هو اللي خلى النادي الرياضي صفاقسي اليوم في ظروف صعيبه. هو اللي براسك خرج النادي الرياضي صفاقسي من الشامبيونات.
لانه الظروف والصعوبات هذه معناتها الازمه، اولا بدات ازمه ثقه وبعد وليت ازمه نتائج. الازمه الثقه كيفاش بدات؟ كونه تعرف مليح كونه في فتره معينه خاصه بعد مباراه حمام لنف سيتي بريفي نادي رياضي الشفاقسي، معناتها المشكله كبرت في الستاج تاع ليكيب ناسيونال، كونه وقت النادي رياضي الشفاقسي وافق على انه ثمم لاعبيه مش يتحولوا مع المنتخب، معناتها هو بالاتفاق ما بين زوج مدربين كانوا زوج لاعبين فقط، ثم المنتخب التجا الاربع لاعبين من نادي رياضي الشفاقسي، دونك نادي رياضي الشفاقسي حاب تتاجل مباراه قفصه ايتسيتيرا، معناتها تخلقوا برشا مشاكل. لي بريزيدون لا بري ديسيزيون بعد تلام عليها برشا، دونك خلق هذيك الازمه لا ديسيزيون كي لا بري، معناتها خلقت مشكله مع الفيس بريزيدون. ومن بعد ثم برشا ناس برشا خارجين معناتها الهيئه المديره بداوا استغلوا الظرف هذاك ودخلوا نادي رياضي الشفاقسي في الازمه بتاع النتائج. من بعد اللي نادي رياضي الشفاقسي قعد الخمسه والسته مباريات ما حققش حتى انتصار، الشيء اللي خلى المدرب يستقيل. نادي رياضي الشفاقسي استقدم مدرب، انا نحب نقول كونه المدرب هذا معناتها من احسن المدربين اليوم اللي جا نادي رياضي الشفاقسي، فريمون في ليزونترينمون يخدم مليح. تبعته في التدريبات؟ اي بيان سور بيان سور، قاعدين نتبعوا فيه الكل، تو نحكي لك كيفاش. خاصة من الناحية النفسية، سي ان كومونيكاتور معناتها يعرف يحكي مليح، ما الساعة سمعتها حتى في الفولي، معناتها لا كومونيكاسيون حاجة مهمة برشا في أي لعبة. المدرب هذا معناتها أول ما دخل عرف كونه المشكلة الكبيرة في النادي الرياضي الشفاقسي هي مشكلة نفسية، دونك دخل حاول يرتح الملاعبية وشفنا نحن ثم تحسن، معناتها ثم تحسن، ممكن النتائج ما تبتش لكن حتى بوينت فيرونتمون النادي الرياضي الشفاقسي تحسن من مباراة إلى أخرى. ومالوروزمون لو كاتاستروف هي من خروج النادي الرياضي الشفاقسي من الشامبيونز ليج، لانه ديما نحن الهدف الاول بتاعنا النادي الرياضي الشفاقسي الحمد لله في الفتره في العشر سنين الاخيره تحصل بريسك على كل الالقاب، قاعده ان هي تشامبيونز ليج سي لابيت نوار، معناتها كل مره نجتهد وكل مره اي هيئه مديره تجي تعطي كل ما عندها مش تصير معناتها الانجاز هذا، مي مالوروزمون كل مره يصيروا اخطاء يبعدوا ويخرجوا النادي الرياضي الشفاقسي من الشامبيونز ليج. تراش عصام اللي النادي الرياضي الشفاقسي السنه ما نجمش يعوض على الاقل اون كاليتي الملاعبيه اللي خرجوا له؟ اكيد اكيد، معناتها الملاعبيه اللي خرجوا قيمه ثابته، لكن راهو على مر السنين اللي فاتوا الكل النادي الرياضي الشفاقسي عمره لا تاثر ولو قف على لاعب معين، معناتها ثم امثله عديده وملاعبين ممكن اكثر حجم واعطاو اكثر وهزوا القاب اكثر من الفرجاني والروج وندونغ. مالوروزمون كيما قلت لك الفتره اليوم تاع النادي الرياضي الشفاقسي ممكن حتى من الامور الماديه كيف قاس شويه صعوبات اللي تي اوبليجي لو بريزيدون كونه مش يبيع بعض اللاعبين، يدخل موارد ماديه مش يلقى منين يصرف ويلقى منين يكمل سيزون ويخلص اتسيتيرا. معناتها صحيح الملاعبيه اللي استخدمها من نادي الرياضي الشفاقسي ماهماش في قيمه الثلاثي هذوما يوم بليس، معناتها ثم الاجانب ما احناش مش نجمو نستغلوهم الا في صوره ما تعدينا الفاز الاخرانيه نتعداو الفاز ليبول. الور كو سي اس اس اليوم ما قلنا نحن ديما نحكيو كونه الى بزوان الملاعبيه يعطيو في ظرف وجيز، معناتها يعطيو انيا اول ما يدخلوا النادي الرياضي الشفاقسي ما لازمناش نستناو الانتيغراسيون وتحب له فتره مش يدخل في الجروب، بالعكس لازمنا النادي الرياضي الشفاقسي عنده برشا نقائص. ممكن هذا الخطا اللي وقعوا فيه اليوم الهيئه المديره كونه الانتدابات اللي صارت في النادي الرياضي الشفاقسي ما عطاتش لو بليس من اول ما دخلت النادي الرياضي الشفاقسي، يكفي انه اللاعبين الاجانب حتى في الشامبيون الى حد اليوم ما سجلوش اهداف. وهذا حاجه النادي الرياضي الشفاقسي سير لو بلون معناتها اوفنسيف قاعد يعاني برشا، ممكن تحسننا برشا سير لو بلون ديفونسيف، لكن سير لو بلون اوفنسيف النادي الرياضي الشفاقسي سجل في خمسه مباريات زوز اهداف والاهداف سجلهم مدافعين، هذا يدل كونه ممكن ثم بعض الاخطاء ثم نجاحات كبيره صارت لكن كي ثم اخطاء لازم نحكيوا عليهم. واضح شكري زعليني شكون كان ناقص فنيا النادي الرياضي الشفاقسي باش يتعادل الدور الثاني للتشامبيونز ليغ الافريقي. فنيا جوست باش نرجع نحكي شويه على المدرب، صحيح يمكن في الكوميونيكاسيون قوي برشا المدرب هذايا، لكن في الكوتشينغ في وسط المقابله فما بعض الاختيارات اللي كانت مش موافقه من المدرب هذايا في اعتقادي انا، وبرشا برشا يشاطروني الراي، خاصه معناتها طريقه اللعب اللي اعتمدها في المقابله هذه، معناتها لعب براتيكمون بثلاثه لاعبين ارتكاز، معناتها لهنا معناتها نقص من القيمه والكاليتي نتاع وسط الميدان نتاع النادي الرياضي الشفاقسي، سورتو محمد علي منصر اللي مازال كيرجع من اصابه وعاول عليه المدرب ما عطاش الحريه اللازمه، معناتها شفنا محمد علي منصر اكثر الاشياء ديما يلعب على الكوتي، الوغ كو نعرفوا البوان فور نتاع محمد علي منصر كيبدا خاصه وراء المهاجم ينجم يعطيك بالكاليتي دو باس نتاعو خاصه بالفيزيون نتاعو وبالفراب دو بال ينجم يعطيك اكثر حلول على المستوى الهجومي. ما نساو زاد سي اس اس بالرغم معناتها اللاعبين اللي انتدبهم
عندهم قيمه كما مابيدي والانيانغ خاصه في وسط الميدان، لكن ما نجمش عاول عليهم في المقابله هذه. سي اس اس العمل معناتها في الحاجه المنتظره اللي هو باش ينتصر على معناتها فريق العلمه الجزائري، لكن يظل الهدف جاء متاخر، معناتها مش متاخر لانه ضيع 45 دقيقه تقريبا اولى النادي الرياضي الصفاقسي، ما لقاش الحلول مع الفريق هذا. في الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف النادي الرياضي الصفاقسي ضغط شويه على الفريق المنافس، كان ينجم يسجل الهدف الثاني، لكن يظل الفريق الجزائري معناتها ورى برشا ماتوريتي تكتيك خاصه، ويقف مليح في بعض الاحيان، كان يطلع ويبريسي لاعبين النادي الرياضي الصفاقسي اللي ما كانوش ينتظروا برشا معناتها الفريق الجزائري انه باش يطلع ويضغط عليهم في المناطق نتاعهم، الحاجه اللي قلقت برشا النادي الرياضي الصفاقسي في الاخير. معناتها الفريق معناتها بالرغم انه انتصر، لكن ضربات الحظ انا نسميهم ضربات الجزاء ما انصفتش النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان ينجم يتعدى الدور هذا. لكن كما قلنا هذول في البلاتو السابق، النادي الرياضي الصفاقسي ينقصوا برشا من لاعبيه ويلزموا اكثر من لاعبيه باش ينجم يلعب على الشامبيونز ليج، خاطر شفنا الفرق الموجوده وشفنا الفرق كيفاش تحضر، معناتها ما عادش فما فريق صغير وفريق كبير. فريق العلمه معناتها الجزائري كان محظوظ في الموسم الفارط انه كمل الرابع والخامس في الترتيب ويلعب تشامبيونز ليج بعد العقوبات على الفريق الجزائري. دونك لهنا شفنا فريق سموحه المصري برشا معناتها الفرق اللي كنا نعتقدهم انهم صغار وصلوا لدوري المجموعات، وشفنا في المقابل الفرق الكبيره وخاصه المتعوده على تتويجات كما النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي الاهلي المصري يلقاو رواحهم اليوم يلعبوا في كاس الكاف. حاجه بركه معناتها رومارك صغيره على المدرب دوارتي، برشا تجنج اعصاب في وسط المقابله، شفناه في برشا احيان معناتها يسيب المقابله ويقعد يحكي مع الحكم الرابع ولا مع المنافسين، اللي هذه تنجم راهي تاثر شويه على اللاعبيه حتى على لابنك الاحتياط ولا حتى معناتها في سور بلون سورتو مونتال على الملاعبين. هيكل صغير، انت عاشت كره القدم الجزائريه، ثلاثه فرق نلقاهم في الشامبيونز ليغ الافريقيه من الجزائر، ايضا وليت الشامبيونز ليغ الافريقيه كاينها بطوله عربيه في نهايه الامر وغاديك 7 على 8. العكس نتاع كره القدم التونسيه ولا عند الكره الجزائريه من 2010 من اللي تاهلوا للمونديال بدات الخدمه بالنسبه للمستقبل، لانه يعني باش تمشي بعيد في رابطه الابطال يلزمك تحضر جمعيه، والغلطه اللي غلطت فيها النادي الصفاقسي والترجي الرياضي هي غلطه مشتركه. اولا يعني ما فماش جمعيه نتاع رابطه الابطال، نقص في الرصيد البشري، عصام قال ثلاثه سته من اللاعبيه من السي اس اس خرجوا، مامون يوسفو البولعابي الفرجاني ندونغ فخر الدين عماد الواتي، كيبدا عندك بنك باهي زادت نجم تمشي لبعيد. الترجي كيف كيف. وثاني حاجه الغلطه نتاع تغيير المدرب، لانه انت جبت خالد بن يحيى وغازي الغرايري باش تمشي بعيد في رابطه الابطال، تقوم تغير المدرب في شطر الطريق، تجيب زوز اسماء اجنبيه اللي هم من البرتغال، مهما باش يكون يعرف المجموعه ويكون يتكلم مليح ويكون يخدم مليح في التيران، زاد راهو فما رابطه الابطال عندها ناس هنا نقول، وعندها الترجي كيهز رابطه الابطال مع نبيل معلول، شوف الخدمه اللي خدمها قبل نادي الرياضي الصفاقسي كي وصل هز كاس الكاف وهز وصل نصف نهائي رابطه الابطال الموسم الماضي، كيف كيف فما مدربين وفما ستاف كامل خدم. ما نعرفش انا دوارتي ولا جوزي دي مورايس في شهرين ولا ثلاثه اشهر باش يحضر التايمينغ غلط، معناها مباراه العلمه الاول اي التايمينغ غلط نتاع التغيير بالنسبه لبن يحيى ولا زاد غازي الغرايري في النادي الرياضي الصفاقسي، بالاضافه للاستسهال نتاع المنافسين، لانه احنا في تونس ولات عندنا توا العقده نتاع الاكبر اللي احنا حقرنا المريخ وحقرنا مولديه العنمه ونجم رسيح لي شويه زاد الحقر يانغ افريكانز التنزاني الافريقي مع شلف الجزائري، وقت اللي الفرق هذوما قاعده تخدم الجزائر قاعدين يخدموا قاعدين يعملوا في انتدابات كبيره. اتحاد العاصمه رجعت قدور بالجلالي يوسف البلايلي ماخذه ملاعبيه اجانب على مستوى كبير، العلمه تلعب على مستوى البطوله التونسيه هيك ولينا اون كونفوات لي جوار ارجيريان، معناها اليوم ولا لي غران كلوب تونيزيان يجيبوا في من الجزائر ولاو حتى على مستوى البطوله الجزائريه. معناتها قوه البطوله الجزائريه انه كنا حكينا ما فماش فرق كبير بين الترتيب في الترتيب بين الفريق الاول في الترتيب والفريق الاخير، معناتها 11 نقطه تقارب كبير في المستوى هذا. وشوف الانديه اللقاء المريخ اللي درى فيها دييغو غارزيتو، يعني عنده خبره في الافريقيا كبيره مع تي بي مازامبي مع شباب قسنطينه مع الوداد، معناها زاد كي تحب تجيب مدرب ولا تغير يلزمك تعرف لسه
السيستم اللي تختاره اللي يعرف الاجواء نتاع القاره الافريقيه. نجم تخسر واحد بلاش خارج القواعد وما تربحش في بلادك ولا تربح 2-1 وما تعرفش تتعامل مع المقابلات، خاصه كيما تعامل جوزي دي مورايس في المباراه مع المريخ السوداني. مع احترامنا للمريخ، شنو البالماريس نتاعو في الافريق في رابطه الابطال ولا في كاس الكاف؟ غير موجود. في السودان قوي مع الهلال، بطولة كيف كيف ضعيفة زوز يتحكموا فيها عام بعام، لكن على المستوى الافريقي الترجي يهرب بالمريخ السوداني، ودي مورايس هدا يعني بطاقة التأهل بالاختيارات نتاعو الغالطة التكتيكية. كان يحكي بكري شكري على دوارتي كيفاش لعب بثلاثة لاعب ارتكاز، احترم برشا شباب العالم. كيف كيف بالنسبة لدي مورايس وقت اللي تلعب بالدربالي وعندك الكارتة نتاع الدراجي ويانيك على البنك، فاش تستنى معناها باش تخليهم؟ معناها وليت انت خايف من المنافس نتاعك، اعطيته قيمه اكثر من اللي هو يستحق. هيك باش نقعد معاك مع الترجي الرياضي التونسي، مانيش باش نبدا بالفني، باش نبدا بالاحداث اللي شفناها على المدارج، باش نبدا بتهشيم ملعب رادس ضرت المتوسط، واحنا نحكيو ديما على المنشات. انت ظهر لي علقت على المباراه هذيك، علقت على المباراه هذيك؟ لا كنت في الاستوديو، انا ما علقتش. كنت في الاستوديو ما علقتش، لكن الايماج اللي شفناها انا كنت خديت موقف من لازم اجذوكم من خروج جماهير الترجي. كلموني ولا اتصلوا بيا قالوا اللي فما مشادات مع الامن، وانه الامن حط عليهم برشا ضغط قبل الدخول للملعب، وذلك اللي خليهم يعملوا ديراكسيون حتى عملوا معهم. انا مشيت المباراه شلفوا النادي الافريقي، تقريبا نفس الممارسات صارت مع جمهور الترجي، لاني مشينا بكري شويه وشفنا الامن كيفاش يتعامل. شنو الامن كان حازم برشا، دربوات ما يدخلوش بالعصي، صغار لي الناس كلها تتفركس، معناها يدخل للتيران وهو على صاب المتفرج. ايفيكتيفمون معناها اذا كان زاد جمعيته وتبدا خاسره واحد بلاش ويبدا سخانه الاربعه نتاع العشيه جمهور الترجي، ما يتاثر الحاجات هذيا، احنا مانيش معاهم. الشيء اللي صار اكيد ضده، وجمهور الترجي ارقى من الفئه اللي عملت العمليه اللي تعاملت في ملعب رادز. لكن ساعات جيت لوم تعذر، وكما قلت فما زاده برشا ضغط كبير بالنسبه لي. انا بو لا فيريتي خاطر لموا عليا برشا قالوا لي مانيش احنا اللي غادرنا الملعب، راه صار برشا ضغط من الامن علينا، هذاك حاجات ما تشافوش، شافوا كان كي احنا خرجنا من الملعب. ما يلفو فوار لا بريسيون توا ظهر لي اون لا ريتابلي ان بو لا فيريتي. نحكيو شويه على الناحيه الفنيه للمباراة هذه. قبل نحب نسألك عصام مرزيسي، قلت لي قبيله كلمة قعدت في مخي باش ما نعديوهاش واحنا نحكيو على السي اس اس، قلت لي قاعدين نتبعوا فيه المدرب من ناحية. بون تعرف في النادي هذا سيخسي في الفترة الأخيرة قاعدين نصلحوا في برشا حاجات، معناتها المديرة شافت من الأصلح أنه عينوا أو قرروا مش يعملوا لجنة فنية كوميسيون تكنيك دو فوتبول. معهم انت موجود ان شاء الله كان حب ربي موجود. بدينا نخدموا ديجا عندنا دو سمان ملي جا المدرب الجديد، قاعدين نقيموا فيها برشا خليط، معناتها لاعبين قدامى، مدربين مسؤولين حاليين، مدربين زاد حاليين ودربوا قبل في النادي الرياضي الصفاقسي. دونك مش نحاولوا مش نقصوا الاخطاء لو ماكسيموم، معناتها تعرف كي تبدا لو ترافاي. شوف في جمعيات كبار انا ديما مع العمل الجماعي، صحيت ما ينجمش شخص واحد هو اللي يقوم بعمل الناس الكل. دونك دو بريفيرونس شفنا من الاجدر انه تصير اللجنه هذه هي تعاون في التوسكي فوتبول من المدارس ليكيب سينيور. دونك سي سور مش تعاون لونترونور، مش توسكي لي ريكروتمون اللي الاولاد الكل اللي سون بور كانوا نادي رياضي صفاقسي اليوم محتاج لهم، مش نحاولوا كيف كيف ندرسوا نحن بكود، معناتها مش نتبعوا برشا ملاعبيه ونقدموا نقولوا للمدرب شنو اللي ناقصه ونقدموا له، معناتها المدرب الاكيد. معناها فما ليا انه المدرب باش يقعد هذايا وباش يخدموا معاه ا لون تيرم، سيغ استراتيجي واضحه. المدرب الكونترا بتاعو يوفى الفان دو موندا بتاع الهيئه المديره هذه، معناتها بعد موسم. لكن سامحني عايده حبيت عمل جلسه عامه انتخابيه في جوان على حسب وانا عندي معلومات عصام راهو اللي المدرب قعد مع المسؤولين نتاع النادي الرياضي الصفاقسي قبل مباراه الترجي الرياضي، اشترط باش يبقى محمد علي منصر ويبقى علي معلول ويبقى ماهر الحناشي، خمسه ملاعبيه اشترط باش يقعد، واشترط زاده خمسه انتدابات ما كانش باش يغادر. صحيح في جوان معناها هذه الشروط نتاعو للبقاء، لانه بعد الانسحاب من رابطه الابطال والاجواء اللي صارت معناها مع الهيئه المديره وانسحاب لطفي عبد الناظر وناصر البدوي، نيه في الانسحاب، نيه في الانسحاب، ولو انه استقال قدم استقاله ولطفي عبد الناظر فهمني اشترط خمس انتدابات من الحجم الثقيل، والملاعبيه اللي كادر الكل يقعدوا يجددوا لي كونترا، طه ياسين الخنيسي، منصر الحناشي، علي معلول، معناها كانه حتى الهيئه قدام الامر الواقع وعنده عرض يظهر لي من منتخب من المنتخبات دوارتي اللي مشخشب له شويه مخه الايامات هذيك.
نعطيك بون شويه اجابات على الموضوع. يظهر لي قطر بعد اقاله جمال بالماضي. اولا تولي وقتها سياسي يظهر لي مازال مش مسير. يظهر لي انا قلت يظهر لي اما عنده عرض واشترط كما قلت يقعدوا خمسه ملاعبين. اشترطت هذه اشترطت دو بريفيرونس من عندي شويه بون ما يجمش يشترط هو على الهيئه. هو عطى اقتراحات اشترط بقائه من عدم بقائه ومصحح كونتراته يوفى بعد الموسم ونص معناتها يكمل الموسم هذا وعنده موسم واحد اخر دونك يستارت يدفع البند دونك هو عطى اقتراحات كونه اللاعبين لي بي اس متريس معناتها الموجودين في النادي الرياضي الصفاقسي دو بريفيرونس ياخذوا لكن نحن في الهيئة المديرة ولا حتى اللجنة هذه ثم بعض اللاعبين اللي أبدأوا رغبة أنهم يغادروا كيما اللي غادروا معناتها أنت كي يجيك ملاعب يقول لك راني سايش بوبلي نحب نغادر ما تنجمش تقعدوا بالسيف كي توفر له تحب دونك احنا شنوش نعملوا اذا كان ما نجمناش نحطوا الملاعبيه هذوما دونك اوني اوبليجي مش نغيروا مدرب مره واحده اخرى ما نحبوش نغلطوا الغلطه هذه. ثانيا احنا ما شفنا كونه نادي الرياضي الصفاقسي فيه ثم بعض النقائص واحنا مركزين ديجا مش نحاولوا نقويوا الافكتيف بتاعنا لانه ما نجموش نادي الرياضي الصفاقسي تحطوا لموسم ولا الاثنين تقول الور لا مش نكونوا فريق لان الانديه الكبرى في تونس الكل ما تنجمش كل موسم لازمك تحقق ريزلتا بوزيتيف تحقق تجيب الالقاب وهذا الشيء شفنا مرتبط بتوفير لاعبين للمدرب ولكن فما اشكال بالنسبه لكم انتم ثم بعض اللاعبين اللي بيقدر يلعب مش نجم بالنسبة. العام الجاي ما يلعبش راه ولا كاس الكاف ولا رابط الابطال الافريقي نجم قلت نجم انا باش تعمل انتدابات شكون باش يجي يقول لك انا ما نلعبش على المستوى الافريقي ما فماش رهان النادي الرياضي الصفاقسي اليوم من بعد تشامبيونز ليج 2006 عاودنا شاركنا كان الموسم الفارض دونك كوننا فريق نحن الاوبجيكتيف بتاعنا اوكي كيما ما عندناش فريق يلعب كل موسم للتشامبيونز ليج لكن ليسونسييل لوجور ان نشاركوا في التشامبيونز ليج نوصلوا لبعيد وبيعمل في الدور نصف نهائي دور نهائي ولا علاش لا ان شاء الله في القريب العاجل نهزوا اللقب هذا. حبيت نحكي شويه على المدرب سترين بو عصام كمان معناها تكوين فريق لهذين الشامبيونز ليج ومن 2000 لازمكم لاعبين صغار على الاقل اي هذا هو معناها استراتيجي زعما كنت تنويو على المتوسط ولا الطويل تولي ما عادش تبلي على دو جرونون كما قال لك اللي ما يجيكش خاطر كي ما تلعبش طوني ميديا هذا هو وبرقنا على الجمهور زاد عايده برقنا على اقنع الجمهور اللي يقول له انا زاد باش نكون ثلاثه تو مع الترجي والنجم الافريقي والاستحقاقات اللي تلعب في شرط بعض يقول لك انا زاد ما نجمش اسمي سي اس اس شوف هيك احنا ما قلت لك ما نجمش نحكي لكش برشا ماضي لكن بريس وبعد الترجي في العشر سنين الاخرين منذ 2003 اكثر الفرق اللي تحققت الالقاب هي نادي الرياضي الصفاقسي مالغري خرجوا منها اذا ما نجمش نذكر اسامي ثم 20 ملاعبي كادر 20 ملاعبي كبير في النادي الرياضي الصفاقسي الكلهم احترفوا لبرا ولا احترفوا في انديه كبرى عربيه ما خرجوش مع بعضهم اي مش متسيب انا شعبي اثنين فقط مع كونتينياسيون موجوده شكري لا من 2003 ل 2006 خرجت توتين جينيراسيون كل عام يخرج ملاعب لا توتين جينيراسيون مع بعضها انا كي نحكي لك شنو هي جينيراسيون من 2003 ل 2006 الجينيراسيون اللي هزت شامبيونا وكوب وكوب داراب وفصلت فينال الشامبيونز ليغ وكوب داراب فينال واحده اخرى خرج انيس بوجلبان خرج وسام العابدي خرج عبد الله خرج باب مالك خرج كريم النفطي خرج هيثم المرابط خرج الحاج مسعود خرج فتح الغار كلهم خرجوا ما كملوش 3 ان 2006 جات جينيراسيون جديده من 2006 ل 2009 احنا كي خرجنا با خرجنا بري عاودنا رجعنا في الفتره هذه كسيلة ترانزيسيون بدينا نطلعوا في الشبان اللي خذاه المشعل من 2010 باش حقوا القاب البريود هذه عندهم جوار كادر, كادر زاد عندهم شبان توا زاد هو توا هذا نحكي لك البروجي الجديد تاع النادي الرياضي الصفاقسي هو البلان بي قلنا احنا محضرين ديجا كونه في صوره ما تعديناش في الشامبيونز ليغ عندنا شنو مش نخدموا باش نبداو نتلاهاو بتوسكي لي سونتر فورماسيون اللي مالوروزمون كيف من عام 97 ما هزينا حتى شامبيونا في لي جينيراسيون جون الكل دونك اليوم مش نحاولوا نركزوا على لي جينيراسيون جون مش نحاولوا ننتدبوا حتى في الاصناف الشبان الكل نحبوا نكونوا فريق اللي قادر ينافس في القريب مش في المدى البعيد اوكي لكن اون ميم طون عندنا فريق مش نحاولوا نتلهوا بيه جبنا له مدرب انا فريمون قاعد يخدم في خدمه كبيره حتى سير لو بلان تكنيك شفت اليوم النادي الرياضي الصفاقسي اليوم يلعب مليح كوره ماتش العلمه ماتش برشا ماتشات تحسن ممكن فاست التشنج بتاعه المدرب شكري اول نهار جاء فيه كان جو ما نحكي لكش نهار اللي صار الاعتداء على الرئيس تصور انت مدرب جاء في ظرف غير عادي دخل في كونتكست معناتها ما نحكي لكش معناتها حس بالوضعيه كونه لازم ينتصر عنده ضغط كبير من الاداره من الجمهور من الناس الكل الور لا انكونسيامون انا حكيت على المدرب سامحني معناتها انا حكيت على المدرب على خاطر المدرب الغفلات ليماج نتاعو على الملاعبيه
كي اذا انت ملاعب تشوف مدرب متشنج انت اوتوماتيكمون معناتها باش تولي انت متشنج باش تولي على اعصابك. هذاك علاش معناتها المدرب ديما يدوا غاردي لو سون فرو نتاعو يتلهى معناتها بالمقابله ويحاول انه يعمل على كل حال. على كل حال شكرا يا سامحني. وهذاك التايمينغ نتاع التغيير نتاع دوارتي كان جاء مثلا مدرب تونسي اخر يعرف الاجواء ويعرف اللي داخل باش يربح. دوارتي ما يعرفش كره تونس وما يعرفش الاجواء ما يعرفش النادي هذا صفاق سيراو كل جمعه تلعب حتى ودي يلزمك تربح الموسم الفارغ كيف هذا هو الدوري الروسي وخرجنا من الدمي فينال سي. انتو كان ندير هذه الصفيق في نجم نقولوا اللي وقف الترجي الرياضي التونسي في الجوله 27 من بطوله المحترفين واحد. اكيد باش نحكيوا شويه اخر على المباراه هذه وعلى الترجي الرياضي التونسي وتاثير النقطه هذه اللي خسرها في المباراه هذه وتاثير الانسحاب من تشامبيونز ليج على بقيه المشوار بالنسبه للترجي الرياضي التونسي اللي مسيره ما عادش بيديه في البطوله الوطنيه عكس النادي الافريقي. ثلاثة جولات باش تكون سخونة برشا. فاصل صغير ونرجع نحكيو على البطولة الوطنية في جولتها 27 وزيدة الجولة الجاية اللي غدوة باش تكون وتتلعب جولة 28 من بطولة محترفين واحد. الترجي الرياضي التونسي ما تمكنش في الانتصار في الجوله 27 من بطوله المحترفين واحد ضد النادي الرياضي الصفاقسي وهذا اللي يخليه اليوم في البوزيسيون تاع اوتسايدر في البطوله الوطنيه. هيكل صغير ظهر لي اليوم مسير الترجي ما عادش بيديه. النادي الافريقي ينفرد بالطليعه الترتيب في بطوله محترفين واحد. توا في الثلاثه جولات هذوما نقعدوا نستناو ساعه القرار نتاع الهيئه الوطنيه للتحكيم الرياضي الكناس شنو باش تقرر بالنسبه للمصير نتاع زوج نقاط نتاع النجم الرياضي الساني. من بعد نجمو نحكيو على شكون مصيره بيد وشكون لا. ولو انه الترجي ربح ثلاثه مقابلات يتوج باللقب نتاعو. بالنسبه للنادي الافريقي اذا كان نشوفوا قرار الكناس يعني ما يعطيش نقطه للنجم الساحلي مطالب سبع نقاط زوج انتصارات وتعادل. النجم يلزم يربح مقابلات الكل ويقعد ينتظر مباراه الدربي اللي تساعدوا فيها نتيجة التعادل. ثلاثة جولات باش تكون حماسية، ثلاثة جولات باش تكون كبيرة برشا. كل فريق باش يحاول معناها يقول لك مصيره بيدو يربح المقابلات نتاعو الثلاثة. ولو أنه مباراة الدربي باش تكون هي الفيصل حسب رأيي أنا بالنسبة لمعرفة اسم المتوج هذا الموسم بالبطولة نتاع 2014-2015. نتيجة جولة 27 من بطولة المحترفين واحد كانت على النحو التالي أمامكم. نادي الرياضي الصفاقسي ترجي الرياضي التونسي 0-0. الملعب الجيبسي مستقبل جيبس دربي الجويبسية 2-1 للملعب الجيبسي. عقدت أيضا وضعية مستقبل جيبس نشوفه بعد تقرير على المستقبل. المستقبل المرسى ربح الملعب التونسي 2-1. نجم الساحلي ربح نجم المتلوي 3-0. نادي الافريقي انتصر على السيابي 3-0. القيف الرياضي بقفصة 0-0 مع الاتحاد المنستيري. وضعية صعبة أيضا في أسفل الترتيب. نادي الرياضي بحمام نلف 1-2 أمام الشبيبة القيروانية. وجمعية جربة أيضا في وضعية صعبة ياسر 2-3 أمام ترجي جرزيس. يكون الترتيب هكا النادي الأفريقي في المرتبة الأولى ب 56 نقطة، يليه الترجي الرياضي التونسي في المرتبة الثانية ب 54 نقطة، نجم الرياضي الساحلي في المرتبة الثالثة ب 53 نقطة، النادي الرياضي الصفاقسي في المرتبة الرابعة ب 46 نقطة، ترجي جرزيس في المرتبة الخامسة ب 42 نقطة، مستقبل المرسى في المرتبة السادسة ب 39 نقطة، الملعب التونسي في المرتبة السابعة ب 36 نقطة، شبيبة القيروان نفس عدد النقاط في المرتبة الثامنة، والملعب الجيبسي كيف 36 نقطة في المرتبة التاسعة، سيابي في المرتبة العاشرة ب 36 نقطة، في المرتبة 11 النادي الرياضي بحمام نلف ب 31 نقطة، القوافة الرياضية بقفصة في المرتبة 12 ب 26 نقطة، نجم المتلوي في المرتبة 13 ب 25 نقطة، الاتحاد المنستيري 23 نقطة، المرتبة 14 مستقبل جيبس في المرتبة 15 ب 19 نقطة، في المرتبة الأخيرة 16 جمعية جربة ب 17 نقطة. مستقبل جيبس اللي قابل في الجولة المقبلة النادي الأفريقي باش تكون مباراة كبيرة ما بين زوز فرق، واحد متراهن جدي على البطولة والآخر يلعب لتفادي النزول. نشوفوا الوضعية في جيبس شنو يخموا لجويبسية جماعة المستقبل في وضعيتهم ونرجع نحكيو في البلاتو. اللي تبدا اسبوع قبل بدايه الموسم وقت اللي الفرق تحضر قبل شهرين وتعمل انتدابات تعمل التحذيرات ونبارك البداية أنت ما تعملش أكيد وكونك باش تدخل الموسم معناتها ما عندكش حظوظ كبيرة ماكش باش تقوم بنتائج كبيرة. مرحلة بين الذهاب والإياب وقت اللي توفى 28 ديسمبر توفى أنت المرحلة نتاع مرحلة الذهاب والفرق بكلها تعطي أسبوع راحة وأنت في مستقبل يابس اللاعبين يرتاحوا أكثر من 20 يوم.
هذه عوامل ما تنجمش تخليك راهو تواكب وتجيري نسق نتاع بطوله نتاع المحترفه. مره اخرى نقول راهو زاد الاسباب عديده، اذا كان باش نقولوا التحكيم، واذا كان باش نقولوا الملاعبيه، واذا كان باش نقولوا المدرب، كنا الناس كنا نتحمل المسؤوليه. على كل حال ان شاء الله مازلنا حسابيا معنيين باش نحاولوا ندافعوا الى اخر مباراه، واللي باش يقدرنا ربي كاو لا غالب بهذيك الكوره. مطالبين توا باش نوقفوا سيرتو نزيف الهزائم هذيه، باش على الاقل ما ندخلوش في دوامه وندخلوا للتاريخ بحاجات ماهيش باهيه. وان شاء الله يا ربي نوقفوا اول حاجه كما قلت لك الهزائم هذيه، وباش نلعبوا الكره للاخر الاخر ما قلت. ان شاء الله يا ربي يوفقنا ان شاء الله. شكري زعليني مستقبل جيبس، وضعيه صعيبه مع المدرب فريد بالجاسم اللي الفوديغ خذا لو تران اون مارش، بدا بدايه باهيه معاهم، واليوم تلقى روحها مستقبل جيبس في المرتبه الاخيره ب 19 النقطه مع دي كونفرونتاسيون صعاب في نهايه الموسم. صحيح هذول الوضعيه زاد صعبت على المستقبل جيبس. مستقبل جيبس اللي مع الفريق مع المدرب فريد بن بالجاسم بدا هذول مرحله اياب بدايه طيبه، خمسه جولات مع دون هزيمه، حقق انتصارات مهمة من مستقبل رياضي بالمرسى 4-0 أمام الترجي الرياضي التونسي، عديد الانتصارات المهمة، وخاصة زاد جاب نقاط من خارج جابس، جاب نقاط من بنزرت، تعادلات من القيروان. لكن يظهر لي أكثر هزيمة أثرت عليه هي خاصة على أرضية ميدان، واللي كانت أمام نجم المتلوي منافس مباشر مع المستقبل الرياضي بجابس. فريق عمل خمسة مع جولات أولى دون هزائم، وبعدها سبعة مقابلات متتالية كلها هزائم، معناتها بدون أي نقطة. وضع معناتها صعبت الوضعية على الفريق، خاصة على نعرفوا المشاكل والضغط الكبير اللي على المستقبل هذه بجابس، خاصة في وجود الملعب الجابسي معناتها الديربي الشهير معناتها بزوز فرق، وعوامل الجمهور أثر برشا عوامل معناتها الحقيقة ما خلتش الفريق وخلتش المدرب فريد بن بلقاسم معناتها يبدا في وضعية مريحة. الإفكتيف ريدوي نتاع المستقبل الرياضي بجيبس برشا مرات معناتها نسمعوا المدرب في غياب لاعب أو اثنين يتأثر الفريق من ردود الفريق، لكن النتائج زادة كانت سلبية خاصة على أرضية ميدانه، ما استغلش العوامل هذيا باش ينجم يحقق نتائج. ما زلت حسابيا مازال معناتها ما نزلش للدرجه الثانيه، لكن صعوبات كبيره وكبيره برشا الفريد بن بلقاسم والمستقبل الرياضي بجيبس. يظل نجم الفريق معناتها يكمل يواصل يدافع على حظوظه للاخر، وبعد اللي باش يعملوا ربي. في نفس الوقت عصام المرديسي بالنسبه للنادي الافريقي ماهيش المهمه باش تكون سهله في تنقله في الجوله 28 لجيبس بالذات لملاقاه مستقبل جيبس في وضعيته الحاليه اللي كنا نشوفه فيها. اكيد النادي الافريقي اليوم كما قالوا الوخيان كونه ما مطالبه بتحقيق نتيجه ايجابيه خاصه قبل مباراه الدربي، معناتها لازم يدخل للدربي بانا سيكولوجيكمون معناتها حاضر وتعرف معناتها عمال يقرب للبطوله، سيرتو هو تو زاد ربح زوز نقاط على الترجي. نعت ان شاء الله قبل كل شيء المباراه هذه ما تخرجش عن نطاقها، تعرف الطموحات مش كيف كيف، الاثنين فريق يلعب البطوله فريق يلعب على التفادي النزول على ارضيه ميدانو، لكن اكيد وممكن راهو شوف ويكلو معناها نتصور ممكن ياسر مستقبل جابز الخساره الاخيره بتاع الديربي مش تزيد تخليه معناتها نفسانيا ماهوش حاضر مليح للمقابله هذه. دونك نتمنى كون المباراه كما قلت ما تخرجش عن النطاق بتاعها، وان شاء الله الانتصار اللي يكون للاجدر ان شاء الله. مباراه اخرى باش تكون مهمه ياسر في الجوله المقبله جوله 28 بطوله محترفين واحده اللي باش تجمع الملعب التونسي بالنجم الرياضي الساحلي، والنجم الرياضي الساحلي نا بلو دغوا اليغور بعد ما يحتل المرتبه الثالثه ب 53 نقطه. استعدادات الزوز فرق للمباراه هذه شوفوها مع بعضنا بعد نرجع نحكيو في البلاتو. حمدي ماتش الاتوال نهار السبت يعني في التاريخ القريب ديما الاتوال تلقى صعوبات مع السادس سيرتو كي تلعب في زويت. صحيح هذول الماتشات اللي معناتها عملناهم تعادلنا معاهم في سوسه وربحناهم في تونس. ان شاء الله معناتها نهار السبت هذول ماتش الاتوال معناتها احنا تو خسرنا ماتش المرسى، هذول ما عادش عندنا خيار سوى معناتها يلزمنا ننتصر باش نقعدوا معناتها كما نقولوا الاوبجيكتيف نتاعنا المصلول اللي هو سان كام بلاس ان شاء الله علاش لا.
مازالوا ثلاثة ماتشات في الشامبيونات يذولي باش نكونوا معناتها فيها من ان شاء الله 100% ان شاء الله معناتها نربحوهم ثلاثة ماتشات باش نتكلاسيو في المرتبة اللي عملنا الاوبجيكتيف نتاعنا من الاول العام ان شاء الله. مفتاح الانتصار كونتر ليتوال ان شاء الله معنا نترينيو بالكدا نشوفوا تكتيكمون لونترونور يعطينا لي كونسيني كل ونتخيل ان شاء الله تكون كونسونتراسيون هي كي تكون كونسونتري 100% و 1000% ان شاء الله ما تعملش غلط خاطر يعمل غلط هو اللي يقبل ان شاء الله ما نعملوش غلط باش ما نقبلوش وان شاء الله نعملوا ماتش باهي وان شاء الله يتعدى ماتش باهي. مباراة معناتها نتصور ملعب التونسي فريق كبير مباراة ماهيش باش تكون سهلة أهم قدرة ربي معناتها باش نكونوا مركزين ولازمنا معناتها الانتصار حتى تعادل ما يرضيناش خاطر كيما تشوف معناتها نحن نسميه توا قاعدين نجريو على الكلاسمون فما زوج جمعيات قدامنا وبقدرة ربي نلعبوا لآخر شانس وإن شاء الله يا ربي معناتها كيما قلت لك البطولة تكون مناسبة إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا مازالوا ثلاثة مقابلات مهمين ابتداء ملعب تونسي اللي بيان سور كسوا ملعب تونسي ولا المرسى ولا جربة معناها كلهم فرق ممتازة وكلهم فرق معناها عندهم كاليتي كبيرة بالنسبة لنا احنا باش نكونوا لازمنا نكونوا ديسيزيف سيرتو في اخر شامبيونان ونعطيو كل ما عندنا باش نحاولوا نتحصلوا على النقاط ثلاثة نقاط الجايين ان شاء الله ضد الملعب التونسي اللي باش تكون مقابلة بيان سور صعيبة لكن نعطيو كل ما عندنا وان شاء الله نروحوا بانتصار. النجم الرياضي الساحلي في البطولة الوطنية لكن فما مباراة مهمة أمام الملعب التونسي اللي ما عنده حتى بريسيون اليوم يلعب في وضعية مريحة نوعا ما. سي فري معناتها هذول الضغط الكل باش يكون على النجم الرياضي الساحلي في الوضعية هذه تعطينا أنه الملعب التونسي يقدم مقابلات كبيرة كي يبدا ما عندوش ضغط كبير. اليوم النجم الرياضي الساحلي مطالب بالانتصار والانتظار كما يقولوا معناتها انتظار عثرة المنافسين وانتظار النقطة نتاع غازي عبد الرزاق اللي انتظر فيها النجم الرياضي الساحلي. دونك النجم كما سمعنا حتى في تصريحاته نتاع الملاعبية نتاعو يحب يتحول لتونس من أجل الانتصار ثلاثة نقاط فقط ترضيه. في المقابل الملعب التونسي بعد زوز هزائم متتاليه يظل ديما الملعب التونسي كيعمل كونتر بيرفورمانس مع زوز هزائم متتاليه ديما معناتها المقابله الثالثه تكون افضل وتكون بانتصار. دونك باش تكون مقابله صعيبه على النجم الرياضي الساحلي اكثر لانه الضغط مسلط على الملاعبين نتاعو الملعب التونسي نعرفوا الظروف اللي مر بها ظروف صعيبه خاصه على المستوى المادي عندهم لاعبيه عنده مدرب طموح قاعد يخدم قاعد يحضر في فريق لكن كيف يحب يعمل ريزولتا معناتها بوزيتيف امام النجم الرياضي الساحلي باش يوري قيمه الملاعبين نتاع الملعب التونسي وباش يحسن في الترتيب نتاعو ويقرب للمراكز الاولى نتاعو. عصام الترجي الرياضي التونسي الملعب الجيبسي كيف الملعب الجيبسي مش برشا ضغط والترجي الرياضي التونسي لافونتاج اللي يستقبل. كيما النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي ليسبيرونس ينابي لو دروا على ليرور معناتها لازم اليوم كل مباراه ينتصر وينتظر كيف الفرق الكل عندنا مده فريمون الشامبيونات شارم هذه والقوه الناس الكل معناتها قاعده نستناو متعودين الشامبيونات وفق قبل 3-4 جولات اليوم مش نقعدوا ننتظروا في على الصعيد معناتها الفوق مع الناس اللي مطالبين بالتتوج يقعدوا لاخر جوله والناس فريمون اللي يلعبوا من اجل تفادي النزول كيف مش نقعدوا نستناو لاخر جوله ان شاء الله نتمنى كوني مالجري معناتها الصعوبات الكبيره في البطوله والمشاكل الكبار والاوردي معناتها لي زاكوتي تاع الكره الكل اللي تعدى بهم الموسم هذا الكل ان شاء الله تكون البطوله معناتها توفى في ظروف طيبه تنسينا كل المشاكل اللي تعداو علينا كامل الموسم الرياضي. جوستمون هيك الظروف الطيبه نحكيوا عليها توا نحكيوا برشا بريسيون الفوق واللوطه ومستنسين تتحسن من قبل تعدى كمان كالم اخر البطوله اليوم نتوقعوا اني باش تكون سخونه شويه. سخونه برشا مع سخانه الطقس مع زاد التوقيت نتاع نهايه الموسم لانه بصراحه فما برشا مشاكل باش تحصل من 12 ماي ل 2 جوان فتره طويله ياسر فما تو فرق قاعده في الكواليس باش تخدم هذا هو لانه البريود طويله والضغط باش يكثر على الجمهور وعلى المسؤولين وعلى الملاعبيه وعلى الناس الكل خاصه في المقابلات نتاع الانديه ثلاثه اللي يلعبوا على البطوله والا زاد الانديه السته ولا الخمسه اللي يلعبوا على تفادي النزول يظهر لي بالنسبه لي انا ماهوش احسن قرار واحسن اختيار انه نقعدوا نستناو تقريبا ثلاثه اسابيع باش نلعبوا الجوله الختاميه نتاع البطوله كنا نجموا نتصرف
نعرفوا باش نكملوا البطوله من بعد نتلهوا في الاستحقاقات الاخرى نتاع المنتخب الاولمبي ولا المنتخب الاول ولا زد المشاركات الافريقيه بالنسبه للانديه التونسيه. حتى بوينت فيت كومبيتيتيفيتي وكل شيء بالنسبه حاجات برشا حاجات حتى على الحكام زاده تعرف عندي زاده الطقس تو باش يسخن وبرا شوف المستوى نتاع التدريبات والمقابلات لازم متخبيين بريسيون شوف على الدقه البيبان وقبل رمضان زاده فهم برشا عروسات وصاريات وشيشه معناها الامور باش تكون سخونه برشا في نهايه الموسم خاصه بالنسبه لاسفل الترتيب لانه الصراع كبير برشا حسب رايي انا ممكن حسب المقابلات اللي مازال جمعي جربوا مستقبل جابس حطوا ساق في الرابطه المحترفه الثانيه قواف القفص اذا كان ما تربحش السيابي في بنزرت باش تحط ساق في الرابطه المحترفه الثانيه خاطر مازال عندها الترجي في رادس اخر جوله والترجي مازالت معنيه بالبطوله الاتحاد المنستيري يحب يبقى يزم يربح القروان في القروان بعد الجوله هذه نهار ثلاثه وتعرف القروان والمستير مباراه بدات تسخن من توا على الاحداث اللي حملم في قبل خاطر حملم زاد لازم يربح صحيح علاش حكيت لك على مباراه الشبيبه والمستير وانت تعرف شو صار في الباسكيت عايده تقريبا توا عامين التالي وقصان الضوء والمشاكل اللي صارت بين القروان والمستير ومباراه بدات من وعلى كل حال بمباراه الباسكيت انت جبت عليها كانت من احسن مباريات السنه في النصف النهائي ما بين الاتحاد ربع النهائي ما بين الاتحاد المنستيري والشبيبه القيرواني حتى دور نهائي به دور نهائي به بين النادي الافريقي ملعب الراس اي في اللحظات نجم الراس في البطوله نحكي في اللحظات الاخيره وبرشا تشويق معناها البرنامج نتاع جوله 28 من بطوله المحترفين واحد امامكم تشاهدوه دونك الملعب المستقبل جابس يستقبل النادي الافريقي الملعب التونسي نجم رياضي الساحلي ترجي رياضي تونسي الملعب الجيبسي اتحاد المنستيري النادي الرياضي بحمام نلف ترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي صفاقسي نجم المتلوي جمعيه جربه السيابي والقوافل الرياضيه بقفصه والشبيبه القيروانيه مع مستقبل المرسى هيكل صغير باش نطلب منك توا على الطاير باش تعمل لنا دخل التعليق الدربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي شو قل لك معنا نعرفك تسي امبروفيزي وفي التعليق تلقى روحك في سعر فيه تلفز نعرفك مش تعلق عليه انت الماتش بقدرة ربي لا مشان في التلفزه لا لا مشان ما في الاذاعه في الاذاعه ان شاء الله بحول الله كانت مخاطر علاش قلت لك اذاعه ولا تلفزه مش نقول لك مش نقول لك مشاهدينا ولا مستمعينا باش نفرق مش علاقه في الاذاعه مستمعينا الكرام مرحبا بكم الناس الكل في هذا النقل المباشر لمباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي مباراة القمة نتاع الجولة مباراة القمة بالنسبة لموسم 2014 و2015 ما فما حتى خيار بالنسبة لزوز فرق الانتصار الافريقي والترجي الرياضي التونسي مباراة بين الاسطورة بين التاريخ بين الماضي تقريبا فما اكثر من 80 لقب في خزينة ومتحف الفريقين اسماء كبيرة برشا تعدات بمثل هذه الدربيات الناس الكل عدلت الساعة الأربعة متاع العشية في انتظار الحسم بإدارتكم تحكيم تونسي مش نتعرفوا عليه اكيد في قادم الاسماء لانه حتى على مستوى التعيينات يظهر لي باش تسخن برشا في مباراه حكم الدربي بين الافريقي اعطينا تصفيقه يا جماعه على هيك لا يسالش الحاضرين نقسم الميك لو اعطينا تصفيقه على هيك هيك الصغير من احسن المعلقين في تونس سينو لو مير بالنسبه لي انا على الاقل راي شخصي مشكور جدا هيك اعطينا برونوستيك اي انت صرفت صعيب لا صعيب دربي صعيب الدربي باش تنجم تحكم عليه بالصعيب دربي شكري صعيب لا نفس الشيء خاطر مربوطه مقابلات غدوه صعيبه وانت يا عصام لو كلوب باش تربح واحد شيء مدام ليلى كشخه انت عم تقول كشخه شو نقول نحن رابحين مش نبعدوا على الرياضات التنافسيه وعلى رياضه كره القدم والصراع الكبير باش يصير في نهايه الموسم وسخون على احراز اللقب ولا على البقاء في الرابطه المحترفه الاولى ونحكيوا مع مدام ليلى الشتاوي على التظاهره كبيره تنظمها تونس بعيد على المنافسه بور لو بيانيتر مدام ليلى جو بونس بور لو بيانيتر بور لو سبور بور لاتليتيزم بور فير لو سبور pour tous وسني جديد في لي فولي دو لاك اللي سجلت رقم قياسي من المشاركات ظهر لي 20000
وباش نفوتوا ال20000 باش نفوتوا ال20000 ايوه. شكرا عايد على هذه الاستضافه. قبل ما نحكي على هذه المظاهره كنت قبيله نحكي مع التظاهره الداخليه وهذه المره الثانيه اللي نعاودها ردينا مظاهره على كل حال. هو ليزيماج قدامكم عاد يومنا حمده نتاع عميول نتاع ليديسيون لا ديرنيير ايديسيون بالنسبه للي فولي دو لاك اوزرو معناها التجمع الجماهيري باش يكون اكثر برشا سنين مدام ليلى هكا ولا اكثر برشا. بل ما تحكيش على شنو تحب تحكي. حبيت نحكي على الشباب اللي في الجمهور. أيوة. قبيله نحكي معاهم قالوا لي اخي انت شنو اللي تخدم؟ أيوة. قلت لهم انا راهو في مجلس نواب الشعب. قالوا لي اش تعمل السياسه هوني؟ اش تعمل السياسه هوني؟ اي فينالمون معناتها لو فيت اللي قعدت نسمع في الرياضه ça m'a replongé vraiment dans un autre monde اللي بالحق احنا نبعدوا عليه ساعات وقت اللي ندخلوا في الميدان نتاع التشريع والكواكو. قبيله سمعت موضوع اللي هو مهم ياسر اللي هو ما الشباب والرياضيين اللي النخبه اللي عندنا والمشاكل اللي احنا لاقينهم بالحق مع دراسه وفريمون سي ان بروبليم كي تري 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 امبورطون اي فا فالوار لو فوار اون اورجونس سي خاطر اذا نحبوا احنا نكونوا عندنا فريمون دو غران شامبيون لازمنا نوفروا لهم الارضيه بيان سور نوفروا لهم الارضيه مع فريمون سي تري تري اورجون اكيد تنحلوا الموضوع مره سورتو على الرياضات المدرسيه والجامعيه وغيابها والتنسيق بين التربيه وخاصه في السن بين 17 و 20 سنه اللي هو السن نتاع البكالوريا هذا هو المتميزين الرياضيين المتميزين يقصوا النشاط الرياضي نتاعهم في السن هذا هذا صحيح يعني في الملاعبيه تاع كره القدم في سن الاواسط وفي الرياضات الاخرى كل خاطر السن نتاع البكالوريا وقتها يكون أكيد. عنده خيار يا الباك يا تكمل السبور اكيد 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 لي فولي دو لاك مدام الوغ لي فولي دو لاك انا مش باش نحكي على منافسه والا على تحديات كوكا فما تحدي السنه نحكيو على ارقام قياسيه معناتها بارابور على الدرنيير اون باس 20000 ولكن بالحق مانيش نحكيو على المنافسه نحكيو على البيانات نحكيو على التونسي كيفاش باش يجي اما باش يجري ولا باش يمشي باش اون فا لو ريكونسيلي افيك لو سبور افيك لو بيانيتر افيك لا سانتي. هو راهو يبا يفوار معناتها دو سيركوي الاولاني سي لو 21 كيلومتر هو سي لو سيمي ماراثون سيمي ماراثون بيان ايفيدامون بور لي جون كي سون انتريني و سيمي ماراثون لي 21 كيلومتر داخلين في اطار لا فيديراسيون معناتها ناسيونال داتيتيزم لو شامبيونا سي في بارتي دو شامبيونا هذاك سي فريمون بور لي جون كي سون انتريني. ما نحكيو على لو 5 كيلومتر 5 كيلومتر فريمون هو اللي باش يجبد التوانسه الكل. علاش؟ على خاطر لو 5 كيلومتر فيريتابلومون سي دو 7 ا 77 ans. معناتها نشوفوا فيه معناتها الصغار دي مامون يحطوا ولادهم في البوسيت شفنا معناتها شكون يجي عمره اكثر من 80 سنه سي اكسترودينير اي بوكو دو جون برشا شباب. علاش؟ على خاطر نهار الاحد لو 10 سي فريمون اون فيت حفله كبيره و دوبي لاني ديرنيير الحفله نحفلوها بالالوان معناتها باش يتعداو من اللون الاصفر الى اللون الاحمر الى اللون الازرق وباش يخلطوا معناتها او بو دي 5 كيلومتر الا ملونين بالالوان وبالفرحه وقت اللي باش يخلطوا باش يلقاو بيان ايفيدامون برشا موسيقى ورقص و لا فيت بور توس لا فيت بور توس سي فريمون اي لا سانتي بور توس على خاطر باش تكون موجوده زاد لا سوسيتي تونيزيان دو كارديو وبرشا طب باش يكونوا موجودين باش يرافقوا التوانسه اللي معناتها يحب يكون عنده فحص على تو سكي ايبرتونسيون يكون عنده زاد كيف ياخذ كلكو كونساي معناتها نصائح في ميدان الصحه باش يكون اضغط فوالا اكزاكتومون شكون متواجدين طلعت على الحكايه شوي اكسترا دكا عايده عندك ديجا اي بيان سور اللي ضغط الدم برشا ناس ما يعرفوش اللي هما عندهم ضغط ولا لا باش تكون مناسبه هذيا ايضا اللي حملت اضغط اللي يقلت يقيس ويعرف روحه عنده 20 ميل ينجموا كمان فما دي ريكومبونس في الحكايه فما دي ريكومبونس اللي باش يجيو لي 21 كيلومتر عندك لو بروميي دوزيام لو تخوازيام كلاسي دونك لو بروميي سي 1000 دينار ومن بعد 800 و 600 دينار ولي بري نو سون با مش فريمون نحكيو على سي تري سيمبوليك
معناتها نصور انا اللي فريمون اللي قاعدين يجيو يجريو حتى لو 21 كيلومتر ماهمش قاعد يجيو يجريو بور سي سوم لا قاعدين يجيو خاطر سي اون بيل مانيفيستاسيون باسكو سي فريمون بيان اورغانيزي اللي يجيو لي 21 كيلومتر و ابروبو دورغانيزاسيون فوالا سيكوريتي نحكيو اللي وزاره الداخليه حطت وزنها الكل حتى الظاهره هذه واجتماعات وكل باش تصير الامور في احسن ما يرام لانه نعرفوا كي تبدا تجمع كبير ديما فما دي ريسك وكل شيء وزارات اخرى كيما وزاره الشباب والرياضه كيما وزاره الصحه معناتها فريمون سي اون كولابوراسيون اورغانيزاسيون سي ان بارتناريا ما بين معناتها نجم نقولوا تو لي زاكتور هذوما اللي متواجدين كي سون اوتور دو سبور اي وحنا نعرفوا اللي كل عام عندها اللي يذوق لل 5 كيلومتر يتعدى للسيركوي نتاع ال 21 ويولي يجري ويستانس بالجري اي بي سي سي تون ميو معناتها سي لو بوت اي زعما نعرفوا اللي لوغوتاري كلوب تونس بالبدار راهو كي ينظم معناتها سو جون دو مانيفيستاسيون سي ا بوت اوسي معناتها سوسيال معناتها سي بور ايدي زاد كيف كيف نعاونوا الفئات اللي هي معناتها تستحق الإعانة معناتها سو كون فا ريكولتي راهو باش يمشي اليوم بور دي سونتر دانديكابي باش يمشي للمدارس باسكو معناتها نتعاملوا مع المدارس الابتدائية يا افيك لي جونز انفون وفي النهار الأحد إن شاء الله زاد كيف كيف باش يكونوا عندنا 200 انفون 200 طفل باش يجيو من لي فيلاج اس او اس باش نجيبوهم من قمرت ومن اكودا ومن سليانه فما معناها نزعة هيومانيتير aussi bien sûr il faut les faire profiter tous ces jeunes enfants يخلطوا يشوفوا يحتفلوا يشيخوا يشتحوا يحكيوا مع العباد الاخرى ومعناتها سي فريمون سي c'est une voilà c'est le bien-être c'est une belle manifestation c'est la fête pour tous c'est la santé pour tous c'est voilà c'est le but du Rotary Club d'Inspire وهذا اللي نتمنوا ان شاء الله le bien-être pour tous بالنسبه لنهار الاحد لو 10 ماي في لي فولي دو لاك مشكوره جدا ليلى الشتاوي باست بريزيدنت في الروتاري كلوب نتاع البلفيدير وايضا من منظمي كان مش هي المنظمه الاولى مديره تنظيم الدوره هذه ان شاء الله كل شيء يتعدى احسن ما يرام هيكل صغير مشكور جدا اللي كنت معنا اليوم في العشاء سبور على اضافتك الكل ايضا شكري الزعلاني ينزير ولد الدار عصام المرديسي مشكور جدا ايضا عزيز العنابي اللي غادرنا وايضا كمال القيا مدير الوطني الفني للجامعه التونسيه للكره الطايره مشكورين جدا كل الفريق العامل على العشاء سبور كل اللي كانوا يتبعوا فينا نو فيدال تيليكسبكتاتور في ليميسيون نتاعنا اليوم تلقاونا كون نهار جمعه ابتداء من 9:15 نتاع الليل على فيرست تي في في عشاء سبور جديد ديبا سبورتيف جديد اوتور دان ديني افيك ان منو جديد ومواضيع حوار متنوعه في كل الرياضات وخاصه التظاهرات اللي تنفع البلاد واللي فيها كيما كنا نسمعوا توا ان بوت لوكراتيف ما تنساوش باش تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك ولا على سيت اوفيسيال نتاع فيرست تي في كان عندكم اقتراحات كان تحبوا تحضروا معنا في الاميسيون كيما الحضور وتتعشوا معنا مرحبا بكم الناس الكل نقول لكم تصبحوا على خير.